الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، رموز الأهلي وأساطيره، السادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل، الزملاء من رجال الصحافة والإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعاً في معقل النادي الأهلي بالجزيرة في هذا اليوم. النادي الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة نحو استكمال مسيرة وطنية بدأها قبل 111 سنة، تلك المسيرة التي صنعها وشارك فيها. طيب هنستأذن حضراتكم دقائق بس احتراما لأذان الظهر الذي يرفع الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعا في معقل النادي الأهلي بالجزيرة. النادي الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة نحو استكمال مسيرة وطنية بدأها قبل 111 سنة، تلك المسيرة التي صنعتها وشاركت فيها الأجيال المتعاقبة عبر الزمن من جمهور وأعضاء، لاعبين، إداريين ومسؤولين، مسيرة قادتها مجالس إدارات متتالية، كل أضاف لبنة حتى اكتمل البناء لهذا النادي العريق الذي يمتلك قلوب الملايين من المحيط إلى الخليج، وصار الانتماء إليه مصدر فخر واعتزاز وسعادة. اليوم وبعد مرور أشهر ثلاثة
على تولي مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد والكفء بقيادة الكابتن محمود الخطيب. توليه المسؤولية ثقة من أعضاء النادي الذين قدموا صورة حضارية في انتخابات تليق باسم النادي الأهلي وبأبنائه جميعا. اليوم نلتقي ليعلن رئيس النادي ما الذي تحقق من برنامج عائلة الأهلي، وما هي الخطوات الفعلية المتخذة لينتقل النادي الأهلي إلى مصاف العالمية في حديث وعرض لا تنقصه الصراحة. وهكذا دوما كان دأب مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب الذي لا يختلف على دماثة خلقه وعشقه لهذا الكيان. اثنان، ليس هذا فحسب، ولكنه في تقليد جديد يضرب النادي الأهلي المثل والقدوة في مفهوم الوفاء، إذ يكرم الدفعة الأولى من أبنائه الذين أثروا مسيرته بعطائهم الكبير في مختلف اللعبات الرياضية، ليبقى النادي الأهلي بتقاليده الراسخة وقيمه ومبادئه التي تتوارثها الأجيال أنموذجاً يحتذى ليس فقط على مستوى الإدارة الرشيدة والمتفردة، ولكن على مستوى تعميق قيم الولاء والانتماء والوفاء والتسامح. ولم لا وهو المؤسسة الرياضية الأكبر في هذا الوطن، الوطن الذي يسرع الخطى نحو بناء حضارة جديدة ومستقبل مشرق لأبنائه جميعاً. ونبدأ فاعليات هذا اليوم بعرض وكلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي أدعوه فليتفضل. في البداية الحقيقة المشهد اللي أنا شايفه دلوقتي مشهد المفروض لو احنا نقلناه كده للناس كلها وللعالم كله يعرفوا مدى قيمة وعظمة النادي الأهلي، قيمة وعظمة النادي الأهلي في حضراتكم وفي تاريخه وفي مبادئه وفي تمسك مبادئ وقيم وتاريخ. ده هي دي عظمة النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله هتستمر وهتستمر إن شاء الله لنهاية العالم بإذن الله. ولكن في بداية مش هقدر إن أنا أبدا أنسى وأحب إن أنا أتقدم بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية الحقيقة ما جاتش فرصة، إحنا أول مرة نتكلم، إحنا مش من النوع اللي بيطلع في الإعلام كتير. النادي الأهلي وقياداته مش من النوع اللي تطلع كل يوم في الإعلام، ده مش النادي الأهلي. النادي الأهلي مختلف، ولازم تفهموا الكلام ده كويس. علشان كده حدث زي اللي احنا فيه النهاردة ممكن يغطي حاجات كتير وممكن يرد على حاجات كتير. أتمنى أن حضراتكم تستوعبوا هذا الكلام وتسامحونا إذا احنا يعني طولنا شوية في الكلام، أرجو أنكم تسامحونا في هذا، لكن ده لقاء وأول لقاء يكون بحضراتكم. عشان كده أنا برجع تاني لأعضاء الجمعية العمومية، الناس اللي تعبت والناس اللي كان عندها إصرار وتحدي إنها تحضر وتعمل أكبر جمعية عمومية في تاريخ النادي الأهلي، الناس الكبار في السن والأطفال الصغيرين وناس شايلين أطفالهم على كتافهم علشان يجوا يحطوا صوتهم لمجموعة يكونوا هم يعني واثقين فيهم أو عندهم ثقة فيهم. الناس دي اللي تحملت مشاق العذاب، وأنا بقول كده عذاب، اللي اتحصل في تنظيم هذا اليوم. الحقيقة تنظيم كان يعني الحقيقة أضر كتير جدا جدا بالناس ومصالح الناس، وإن احنا نسهل على الناس كان ممكن يكون تنظيم أفضل من كده، إن أبواب كلها تتفتح
مساحات كبيرة، سهولة وخروج العضو العامل اللي هو صاحب النادي، العضو العامل الأهلي. مين صاحب النادي الأهلي ده؟ ما هي جماهيره وأعضاؤه ورجاله، غير بقى قرار مجلس إدارة ده لسه هتكلم عليه. فاليوم ده من التعب اللي أنا الحقيقة شفته في يوم الانتخابات وأنا واقف في الخيمة، والله العظيم ثلاثة أنا جات لي وقت حسيت إن أنا مكسوف، إن أنا تعبت الناس، أنا والمجموعة بتاعتنا تعبناهم بهذا الشكل. عندي من جوايا حاجة مضايقاني جدا، إزاي الناس متحملة كده؟ يا جماعة هو ده الأهلي، الناس اتحملت والناس جت والناس لازم كل واحد يمكن عايز لقى اللحظة المهمة جدا يقول صوته في رسم مستقبل ناديه ويشارك في رسم مستقبل ناديه. هو ده عظمة النادي الأهلي بكل رجاله وبكل أعضائه وبكل جماهيره من أول يوم 1907 حتى النهاردة، اللي أنا المشهد اللي أنا شايفه ده. عشان كده أنا بشكرهم جدا وأتمنى بإذن الله إن احنا نكون عند حسن الظن إن شاء الله. كمان أعضاء مجلس الإدارة اللي هم يعني الحقيقة ادتونا يعني ثقتكم، عايز أقول حاجة مهمة. أعضاء مجلس الإدارة الحمد لله رب العالمين، إدارة مختلفة، إدارة محترفة، كل واحد فيهم نسي نفسه ونفسي ذاته علشان خاطر النادي الأهلي. كل واحد فيهم على مصلحة النادي الأهلي عن أي حاجة شخصية تخصه هو. هو ده اللي احنا تعلمناه وتربينا فيه عن النادي الأهلي. محدش فيهم من يوميها شفتوه في الجرايد ولا مجلات ولا مفيش. في عندنا متحدث رسمي، في عندنا متحدث رسمي باسم النادي اللي هو يعني كل واحد حسب منصبه، في متحدث رسمي باسم الكورة مدير الكورة، في متحدث رسمي باسم النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر اللي هو نشاط رياضي. موضوع بسيط، يخش عضو مجلس إدارة في وضع معين نكون كلنا احنا كأعضاء متفقين عليه، هيطلع عشان يبلغ رسالة معينة تكون خارج اختصاصات اللي أنا قلته. هذا ده النجاح. أولا عقول كلها زي ما انتم شايفين شباب، كل واحد عنده رؤية، كل واحد عنده أمل إنه يعمل حاجة كبيرة جدا لكن في إطار المجموعة. عشان كده احنا بنشكرهم، أنا شخصيا بشكرهم جدا. ولسه هقول لحضراتكم عملوا إيه في برنامج الأهلي، الناس دي كلها عملت إيه، فأنا بشكرهم جدا مرة تانية. النادي الأهلي من عادته، وده اللي كنت أنا بقوله أيام الانتخابات برضو، وبرضو موقف زي ده وتقريبا شكل مماثل لده، النادي الأهلي كعادته ما ينساش الناس وما ينساش من سبقوه. احنا بنشكر جدا مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر وكل مجموعته انهم كان ليهم دور في خطوة إيجابية للنادي الأهلي. احنا بنكمل زي ما هو هذا المجلس السابق كمل على اللي قبليه، احنا كمان بنكمل عليهم. هو ده النادي الأهلي، هي دي السلسلة الذهبية اللي مش موجودة في أي نادي في مصر، أي نادي. لازم نحافظ على ده كلنا. عشان كده بقول الأهلي قوته في مبادئه، الأهلي قوته في مبادئه محافظة عليها. قلنا تاريخ مبادئ تطوير، النهاردة بتكلم عن مبادئ. اللي أنا بقوله ده هو ده المبادئ اللي احنا تعلمناها. كل واحد ينسى ذاته، في ناس كانت ممكن تزين، في ناس قاعدين قدام حضراتكم هنا تزين مجلس إدارة النادي الأهلي، مش عايز أذكر أسماء، بس برضو لما حسوا بالرؤية وبالفكر والشباب كلهم خدوا جنب ويساعدوا من بره، وده اللي أنا لمسته في أكتر من واحد قاعد في وسط حضراتكم النهاردة. هو ده برضو النادي الأهلي، فدي مبادئ النادي الأهلي. أجي بقى أنا عندي عتاب حقيقة، والعتاب لا شك أي انتخابات وده شيء طبيعي، ناس مؤيدة وناس معارضة، ناس مؤيدة للمجلس ده وناس معارضة للمجلس ده، ده طبيعي. ولكن احنا كلنا أهلي، كلنا النادي الأهلي. ما ينفعش يصل اللي أنا بشوفه دلوقتي وبسمع بعض الحاجات كده، أنا الحقيقة مش من النوع اللي متداخل قوي في الموضوع ده، بس في رصد بيجيلي كل كلمة بتتقال، في رصد بيجيلي عنها. لكن مش النادي الأهلي ولا مبادئ النادي الأهلي إن الناس المحبين أو المختلفين أو المؤيدين يبقى في تشاحم بينهم. يا جماعة النادي الأهلي ده كبير جدا، فأنا بطلب منهم كلهم زي ما رفضنا برضو قبل الانتخابات أي تجاوزات، وده أنا قلته وقلته قدام حضراتكم وقلته في أي لقاء أنا عملته. النهاردة برفض تاني أي مشاحنات تقسم أو يبقى في جزء متقسم، لا لازم الجزء ده يخش جوانا، ونحن فعلا لازم نستوعبه
لان يا جماعه النادي الاهلي يعني كلنا بنبقى واحده واحده، هو ده النادي الاهلي، مجموعه واحده هو ده النادي الاهلي. وعشان كده مؤيدين، مختلفين، متضايقين، كارهين، وده كلمه ما بحبش اقولها لكن كمان لازم اقولها، ده ميعادها لازم يتقال، لان انا مش هطلع لكم كل يوم، انا هطلع كل فين وفين عشان اتكلم مع حضراتكم. حتى لو كل المعاناه اللي قلت عليها دي كلنا هنبني الاهلي لو ضميرنا صح وناس ضميرها مظبوط، كلهم هيشاركوا في بناء النادي الاهلي، احنا هنبني كلنا ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. هو ده يمكن بيؤكد ان الاهلي فوق الجميع، وبيؤكد شعارنا اللي هو تاريخ مبادئ تطوير. عشان كده بقى عايزين نتكلم على التطوير. التطوير اللي حضراتكم وعدنا بيه، احنا قلنا في البرنامج بتاعنا احنا هنعمل 1 2 3 4. النهارده احنا هنبتدي نقول لحضراتكم 3 اشهر فقط، 3 اشهر فقط، او بالتحديد 117 يوم بالظبط. يعني ايه اللي هم اولادكم وجميع حضراتكم مساعدين والناس اللي كانوا موجودين في مجلس اداره وما تخلوش، والناس اللي عمرهم ما فكروا في مجلس اداره كنجوم، انا شايفهم دلوقتي لاعبين، كلهم مدوا ايديهم وكلهم عايزوا يساعدوا عشان نوصل للاهلي فوق الجميع، عشان الاهلي عظيم، العظيم بالناس دي، بالفكر ده، برؤيتكم، عظيم بدعمكم انتوا كاعضاء وكرجال اعلام، لان الاعلام مهم جدا. ما الاعلام ده النهارده لما هو بيبرز الحدث الصحيح والحدث المنطقي والحدث كما هو بصدق، هو ده الاعلام اللي لازم كمان احنا نشكره، لان الناس كلها بترفع هذا الامر. يعني عشان كده نخلي مع التطوير. هنا هرجع تاني واسمحوا لي، ده اول مجلس اداره للنادي الاهلي، المجموعه بتاعتنا. اول يوم كنا بنفكر احنا اتجاهاتنا ايه، المجلس ده هيعمل ايه، ثقه الاعضاء العاملين اللي جم وناس تعبوا، ويعني الحقيقه اتالموا جدا جدا عشان يحطوا صوته وعشان يشارك في رسم مستقبل النادي، المجلس ده هيعمل ايه. انتوا حاسين الكلام ده؟ انا قلته في اول مجلس، حطيت السياسه العامه لاداره النادي الاهلي، الاعلام هنتعامل ازاي، محدش يتدخل في شغل النادي خالص، مفيش عضو مجلس اداره يتدخل بشغل بعمل تنفيذي، هو يقعد زي ما هو قاعد كده، ارجع لي معلش بالصوره دي تاني، يقعد زي ما هو هنا كده ويقول كل اللي هو عايزه ويحدد السياسه اللي هو عايزها، لكن يشترك في تنفيذها لا، مش عضو مجلس اداره، في مديرين في كل الالعاب، مجلس اداره يجي له مشكله. عشان كده انا بشكرهم جدا. من اول يوم بقى احنا دخلنا قلنا عايزين نحافظ على مبادئ وتاريخ النادي الاهلي، الحمد لله احنا ده هدف بالنسبه لنا، عايزين تطوير الاستثمار في الاهلي. الاستثمار احنا بقى لنا سنوات طويله جدا ماشيين في ايه؟ ماشيين في ايرادات ثابته معروفه لكل للنادي الاهلي، احنا موجوده واحنا هنعتمد عليها، ده مهمه جدا، لكن نطورها ازاي؟ عايزين كمان نعمل طفره خدميه وانشائيه ورياضيه بالنسبه للنادي الاهلي. عايزين نعمل كمان البرنامج ده، عايزين كل واحد في حضراتكم وكل واحد في اسرتنا وكل واحد من روادنا العظماء اللي هم كانوا يعني علمونا، اللي هم خدوا بايدينا واحنا لسه اطفال صغيرين هنا، وفي ناس هنا شخصيا، انا شخصيا خدوا ايدي كده وانا صغير 13 سنه ولا 14 سنه بيدخلوني ملعب الكوره، بيعلموني مع كل كلمه، بيعلموني يعني ايه نادي اهلي. عشان كده انا شايف ان الاهلي زي ما قلت احنا كلنا باذن الله يعني هنبني النادي الاهلي ان شاء الله. وهنا بقى بشكر تاني مجلس الاداره، ان كل واحد فيهم حط رؤى وحط افكار بدون ما يعلن عن نفسه، بدون ما يقول انا عملت، بدون ما يقول يطلع في يسرب مش عارف خبر فلان صاحب الفكره، لا، مجلس الاداره صاحب الفكره، مجلس الاداره احنا كلنا اصحاب الفكره. هنا انا بشكرهم مره تانيه لانهم فعلا حطوا بقى خطوات تنفيذيه سريعه جدا. ليه؟ علشان زي ما قلت عائلة الأهلي، عائلة الأهلي زي ما قلنا قبل كده في برنامجنا، عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، أنواع الأسرة كلها هي دي العيلة، لكن أساسها إيه؟ أساسها نشوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول 3 كلمات تحت، أساسها التاريخ
وأساسها المبادئ وأساسها التطوير، هي دي عائلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه ومش هنتنازل عنها أبدا. نيجي كمان على العمود الرئيسي بقى، العمود الرئيسي اللي هو مسار كلام كتير، وهرجع لحضراتكم في الكلام ده بس في آخر اللقاء إن شاء الله. لكن أبتدي بالإيجابية. أول ما دخلنا، وده شيء ما عيبش بالعكس، لقينا رصيد، بس رصيد الحقيقة أنا كنت متوقع غيره، أنا شخصيا كنت متوقع غيره، وسمعت الكلام ده أو تأكد لي هذا الكلام، وكان وبنيت أحلام كثيرة جدا من برنامج الأهلي ومنشآت النادي الأهلي على الرصيد اللي جالي وعلى الرصيد اللي أنا سمعته. لكن لما دخلنا مشكورين جدا السادة الزملاء السابقين، كانوا سابين لنا رصيد في النادي الأهلي 49 مليون جنيه وكسور، ده بالظبط. وأنا بشكر جدا دكتور أحمد شوقي ومعانا، معرفش مين دكتور أحمد شوقي، لو سمحت دكتور هستأذنك بس نقف دي واحدة لو سمحت. بشكره جدا الدكتور أحمد شوقي مراقب الحسابات، شكرا يا دكتور، لأنه ابتدى معانا برضو من أول يوم يعمل تقرير مالي كامل عن النادي الأهلي سنة 2017 من 1/1/2017 لغاية 30/11 اللي هو يوم الانتخابات 2017. وصل بالتقرير ده إن اللي قدام حضراتكم ده هو 49 مليون جنيه وكسور. الفترة اللي فاتت في أسعار ارتفعت، في مرتبات ارتفعت، في أسعار الملابس ارتفعت، حاجات كتير. فال 49 مليون دولت، وأنا مش عايز يعني الحقيقة بقول لك بشكر جدا المجلس السابق، لكن ال 49 مليون جنيه دولت ما يكفوش النادي الأهلي شهرين. شهرين اتنين بس. 17.5 مليون جنيه مرتبات النادي الأهلي، مرتبات العاملين واللاعبين في النادي الأهلي شهريا. 17.5 مليون جنيه، يعني شهرين مع المصروفات بقى لبس سفر لفرقة ما تكفكش شهرين. الكلام ده ما يكفكش. هنا بقى دور أعضاء مجلس إدارة، ولازم تفخروا إن عندكم إدارة بهذا الشكل، لازم تفخروا بده، لأن المجلس هو مش إحنا بس، كل الإدارات، كل الإدارات السابقة تفخروا بيهم. ليه؟ لأن هو كان شغلهم الشاغل إزاي نزود الرصيد ده. عشان كده وصلنا إن إحنا عملنا خطة عمل لزيادة موارد النادي. إيه خطة العمل؟ إيه اللي وبنيناها على إيه؟ بنيناها عليكم وعلى أعضاء النادي وعلى جماهير النادي، بنينا ده وعلى لعيبة النادي، بنينا خطة العمل بتاعتنا على اللي في إيدينا نقدر نتحرك بيه. هنا عشان خطة العمل أول حاجة تجديد الاشتراكات. فإحنا فكرنا إزاي نجدد الاشتراكات دي، تدخل لمدة سنة ونص، تدخل مبلغ كبير يساعدنا. كمان نمرة اتنين عضويات جديدة، واتعملت لجنة من مجلس الإدارة بتاعنا، مجموعة ثلاثة أو أربعة مش متذكر، أداروا لجنة إزاي تدخل عضويات جديدة من الشيخ زايد. هو ده الفكر اللي يميز الأهلي عن أي حد تاني، وفي توقيت مناسب، مش يفتحها أي في أي وقت، توقيت مناسب. الفكر ممكن موجود عند أي حد، إمتى تستخدمه وإمتى يعني تطلقه وإمتى تبتدي صح. فهنا العدويات دي زودت لنا إيراداتنا بشكل واضح وكبير جدا. الأهلي هنا بأكد بقى غني بيكو، اللي احنا بنينا الفكرتين الصغيرين دولت على أعضاء النادي، هم اللي بيعملوا كده، هم اللي أصحاب الاشتراكات بيجددوها، هم ناس محبين وداخلين النادي الأهلي عشان يحطوا يستثمروا أو يحطوا عضوية في النادي الأهلي. فدي جزء كبير من اللي احنا فكرنا فيه. الجزء اللي بعد كده في إعراض لاعبي فريق الكرة، وإعراض لاعبي فريق الكرة ده موضوع، هو ده برضو الفكر اللي لازم حضراتكم تعرفوه كويس ولازم نفهمه اتعمل ازاي. انا ما بحبش زي ما قلت اتكلم في الاعلام، عمركم ما شفتوني من يوم ما دخلنا لغايه النهارده ان انا اتكلمت ولا فريق كوره. خلي بالكم انا زرت فريق كوره، انا كبقى رئيس النادي ورئيس لجنه الكوره مره واحده بس من يوم ما دخلنا لغايه النهارده، قعدت معاهم في الاوضه بتاعتهم مره واحده فقط، وقلت لهم الرساله الواضحه، الأوضة دي أحسن لعيبة موجودة في مصر وفي أفريقيا، أحسن جهاز موجود في مصر وفي أفريقيا، إحنا دورنا نساعدكم نعمل لكم إمكانياتكم، الأوضة دي ما تطلعوش براها، هنا أي مشكلة عندكم في الأوضة دي، أي احتفال في الأوضة دي، ما حدش يطلع بره ويتكلم مع حد تاني، ما حدش يجي لي، ده موضوع مرفوض، ما حدش يروح مجلس إدارة، مرفوض. أنتوا فريقنا الواجهة الكبيرة بتاعتنا. وخلي بالكم الكلام اللي بقوله ده نجومنا واساتذتنا الكبار هم اللي علموه لنا. يعني انا الحقيقه من قدام الناس اللي اشتغلت معاهم كلاعب كان الكابتن ميمي عبد الحميد
ربنا يشفيه ما قدرش يجي النهارده، وكابتن مثلا عايز تبروس كمدير كوره، اول ناس ابص عليهم علمونا ده، شفنا ده. عشان كده ده اتفاق، فقلت لهم احنا موضوع الاعراض، بس خضني منظر لقيت في الاوضه اكتر من 36 لعيب. 36 لعيب، طب ازاي ده نسيطر عليهم؟ ازاي في سيطره على اللعيبه دي؟ وبالذات ان عندنا مركز واحد او هما ثلاث مراكز اللي هما تحت راس الحربه يمين ووسط وشمال، فيهم حوالي 15 او 16 لعيب. كتير، انت بتلعب 11 واحد وبعدين بتلعب كمان ثلاثه يشتغلوا خلال الماتش 14، وعندك 10 لاعبين او يتمنى يكون اكتر متوازنين، مفيش حاجه هتضايقهم، شخصيات متوازنه، لكن عندك ناس النفس البشريه ممكن تضايقهم، ممكن يبقى متضايق. هنا فكرنا، وده الشغل التاني بقى، ازاي يبقى عندنا اتجاه لاعاره بعض اللاعبين اللي ما ياثروش على اداء التيم. واحنا عندنا عناصر كويسه على البلاعه في الملعب، وعناصر قاعده بره كويسه جدا. فهنا فكرنا بقى لجنه الكوره لما اجتمعنا، عايزين نعمل الكلام ده، الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الكابتن علاء عبد الصافي، عايزين نقعد بقى يا جماعه، هم بس لجنه الكوره واخد تفويض من مجلس اداره الكوره. مفيش حاجه تحصل في كره القدم الا بموافقه اللجنه، مفيش واحد يتعين، مفيش واحد يخرج الا باضافه اللجنه، لازم توافق مع احترامي الكامل للاداره الفنيه اللي هي صاحبه القرار الفني الاخير طبعا، سواء فوق في الناشئين او في الفريق الاول. لازم نفكر ازاي نفك الاشتباك ده عشان مصلحه التيم وعشان مصلحه النادي الاهلي كموارد وايرادات. عملنا الكلام ده وسعينا وطلعنا حوالي 7 أو 8 لاعبين، هم اللي قدام حضراتكم موجودين. يمكن الكابتن عماد متعب تاريخ الكبير في النادي الاهلي، وكابتن احمد عادل كانت بالنسبه لهم نوع نهائي، يعني هم خلاص عقدهم مع النادي الاهلي انتهى، فطلعوا الفتره اللي فاتت دي كاشره وكاعاره، بس اعاره كابتن عماد بتنتهي خلاص مع نهايه هذا الموسم. الباقيين حضراتكم عارفينهم، الباقيين حضراتكم كلهم عارفينهم، تم اعارتهم. وده برضو هرجع اتكلم، لان برضو اللي ساعد في الاعاره دي، هقول لحضراتكم مين اللي ساعد في الاعاره دي بارقام كويسه، لكن الاعاره دي دخلت لنا رقم كويس جدا، وكمان فوق لعبتنا اللي موجودين، وكمان لعبوا، واعتقد ان شفتوا نماذج ما كانتش بتلعب دلوقتي كابتن حسام بدري، وعلى فكره من المدربين الاكفاء جدا. خلصنا ده بند كاني، نخش للبنود الثانيه اللي احنا تعاملنا معاها كموارد كمجلس اداره. اتفضل. بعد اعارات اللاعبين مباريات وديه، اسم الاهلي، اسم الاهلي كبير جدا. لو انتوا حضراتكم يعني كده فكرتوا في الاسماء العظيمه، انا بتكلم على فريق الكوره، لان هو فريق الكوره دايما العصب بتاع النادي، وبيزود يعني اسمه شهره النادي الاهلي، بالاضافه لنجوم في العاب اخرى. يعني الحقيقه اول مره نشوفهم سعيد بيهم جدا جدا، كل واحد فيهم ضاف، وكل واحد فيهم قدم للنادي وعلى اسم ناديه، العاب وكره القدم. فالنهارده في كره القدم الاسماء دي لما يجي النادي الاهلي يطلع عشان يلعب في مباراه وديه، مش هيلعب ب 50,000 دولار ومش هيلعب ب 100,000 دولار، لا، ده الاهلي. الاهلي حاجه كبيره جدا. والنهارده لما ريال مدريد ولا برشلونه ولا اتلتيكو ولا اللي يجوا لنا بمليون و200,000 دولار، النادي الاهلي مش هقول الارقام دي، بس النادي الاهلي المفروض يكون رقم موازي لافضل نادي في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، لازم يكون موازي ليه. عشان كده حطينا تسعيره، ما ننزلش وما نطلعش بره الا بالتسعيره دي. التسعيره دي زادت، وهقول لكم زادت ازاي برضو عشان ندي كل الناس حقها، لكن التسعيره بتاعتنا اتحققت، فدخل مبلغ مش قليل، كان حوالي 2 مليون دولار من اعارات اللاعبين، ولسه هتكلم مع حضراتكم في هذا الامر. حاجة كمان الإضافة الأخرى، استضفنا بطولات. استضافة البطولات لترسيخ بطولات النادي ولترسيخ مبادئ النادي الأهلي وبطولاته ونجومه في كل عصر، وفي نفس الوقت كمان ممكن تدخل دخل للنادي الأهلي، دخل مالي ده مهم، ودخل أدبي. أدبي إن رجال النادي الأهلي، الناس اللي هم أشرفوا على البطولات دي نجحوا جدا، وكلهم هم الشباب، اثنين من الشباب اللي هم هي انا كنت وانا برمي ده ليهم، برميها ليهم، عايز اعرف. لا، عندنا كوادر تطمنوا عليها ان شاء الله في المستقبل باذن الله.
فده النهارده النادي الاهلي لما ينظم حدث كبير على مستوى مصر باسم البطوله الافريقيه ده النادي الاهلي. تنظيم حدث يعني ما ينفعش ان احنا يعني لازم نرسخ ده يا جماعه، لازم نرسخ هذا الكلام. طبعا ده شيء الحقيقه، ويمكن هو دي لحظات السعاده، لحظات السعاده في اولادنا، في جمهورنا، في يعني، وانا عايز اعرف حتى بس دي هتيجي جمهورنا، وهعيد الكلام ده تاني. المباراه دي او دي النهائيه من حوالي كام يوم فاتوا، جمهورنا اللي حضر الحقيقه مثالي مثالي، شجعوا الفرقه، جت في وقت من الشوط الثاني بالذات في وقت تقارب وعليوا علينا شويه، دور الجمهور هو اللي رجع النتيجه، وده شيء لازم نذكره، وكانوا ملتزمين جدا في كل حرف وفي كل كلمه، هو ده اللي احنا عايزين نعيده تاني من مكاسب البطوله دي اللي حصل. فده مش حد ذاته هنا بعد استضافه البطولات ايرادات اخرى بقى، الايرادات الاخرى اللي هي منافذ ومش عارف اي ايراد تخش للنادي، منافذ مش عارف ايه حاجات كده. دي يا جماعه مجموعه الحاجات اللي مجلس اداره النادي الاهلي اشتغل عليها، واشتغل عليها ثلاث شهور محدش بينام بمعنى ده والله العظيم. انا بقول لك في ناس بتقعد في النادي من 9 الصبح ولا من 7 الصبح بيمشوا على 10 11 بالليل، ده مش هو ما بيشتغلش، ده مش شغله، لكن احنا اتفقنا على الفتره دي بس نقوم الدنيا تقف، بعد كده بقى لا خلاص، كل مدير عارف مكانه، كل مدير عارف لبيته، واحنا هنتابع العمل في الكلام دوت ان شاء الله بعد اللقاء ده باذن الله. دي يمكن الحاجات. هنا بقى رصيد النادي اللي انا اتكلمت عليه بعد اللي انا اتكلمت دلوقتي، قلت عملنا 1 2 3 4 5 6 حاجات اشتغلنا عليهم عشان نعمل ايرادات للنادي الاهلي. الايرادات ارتفعت لهذا الشكل، مش عايز اقول انها وصلت النهارده وانا بكلم حضراتكم، يعني مش عايز، تقريبا ست اضعاف اللي كان موجود. الحمد لله رب العالمين. هو ده النادي الاهلي، وهو ده رجاله ومجلس ادارته اللي فكر، هو ده النادي الاهلي واللي ما حدش اشترك فيها خالص. لسه انا ما جبتش دور المحب ودور المستثمر، انا لسه ما جبتش فيه، ما كلمتوش، بس بقول لكم ولادكم عملوا ايه؟ ابنائكم عملوا ايه؟ ادارتكم عملت ايه؟ كل حاجه في وقتها يا عمري، كل حاجه في وقتها. كويس؟ فده موضوع اللي احنا وصلنا له. كمان من ابناء النادي الاهلي ومن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، قلنا لجنه الاستثمار اللي احنا برضو قلناها قبل كده في البرنامج بتاعنا. نبص على لجنه الاستثمار، لما يكون لجنه الاستثمار بتاعتكم بالشكل ده، يكون دكتور فريد العقده محافظ البنك المركزي، استاذ ياسين منصور اكبر اقتصادي في مصر والوطن العربي، استاذ محمد نجيب رئيس بنك الصهيب، حاجه الثلاثه دولت عقول اقتصاديه وعقود ماليه بصراحه تساهم في زياده موارد دوله، دولت الفكر يزودوا ده، هم هيجتمعوا، وفعلا اجتمعنا وفعلا قعدنا معاهم. الاهلي طبعا هنا برضو باكد، الاهلي برضو غني بعض دول اعضائه، كل واحد عايز يخش، كل عايز يساهم، كل عايز يتكلم، كل عايز يبقى ليه دور، بس دور ايه؟ في حدود دوره، ما يتعداش دوره، وده اللي انا برضو عايز ارجع فيه في الاخر ان شاء الله. هنا عملنا اجتماع وابتدينا بس شراره العمل، شكرا لقبولكم التعاون، لانكم اولياء من ابناء النادي الاهلي، نشكركم جدا للتعاون، ونامل ان شاء الله تحطوا كل الاوضاع قدامكم وتقولوا لنا نبتدي ازاي من رؤيتكم. احنا ابتدينا كمجلس اداره انا شرحته، لكن احنا هنا يساعدونا في ان شاء الله فكره جديده، اسلوب جديد، طريقه جديده، اعتقد ان هم يقدروا يعملوا الكلام ده كويس باذن الله. هنا هرجع اتكلمت على العمود الاساسي اللي هو الاستثمار والموارد المبتكره، الموارد المبتكره واستثمار اعضاء مجلس الاداره شاركوا فيه، ولجنه الاستثمار شاركت، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون ليها دور كبير. اتكلم بقى على الاداره المحترفه، كنت برضو في البرنامج بتاعنا بقول اداره محترف، انا اتكلمت عن الاداره المحترفه دي، اعضاء مجلس اداره كل واحد يبقى عارف دوره، وكل واحد ما يتعداش دوره، وعلشان كده ده هيتنقل للادارات الاخرى والمديرين الاخرين في كل موقع في النادي، محدش يتعدى دوره، لان انا لاحظت الفتره اللي فاتت في تداخل. لا، اذا كان عضو مجلس اداره ما بيتعداش دوره كعضو مجلس اداره، انت كمدير ما تخشش في شغل مش بتاعك. هنا اداره محترفه، ركز في شغلك واحنا كمان نركز في شغلنا.
ركز في شغلك عشان ننتج أكثر وإدارة محترفة أكثر. عشان كده الإدارة المحترفة دي اشتغلت الفترة اللي فاتت، وبرضو في الحاجات اللي أنا قلتها لكم، وحاجات تانية منها لجان النادي. إحنا لجان النادي معلش سامحوني، يعني قلنا برضو في برنامجنا إن إحنا قلنا هنعمل لجان كثيرة، بس لجان غير تقليدية. وعايز أحكي لكم برضو النادي الأهلي من 1907 بقى، وده خطأ علينا إحنا كأعضاء كمجالس إدارات متعاقبة، إن عضو اللجنة دي، اللجنة دي من أعضاء النادي، اللجنة دي ليها رؤى، لأن ليها دور في نشر الوعي الاجتماعي بتاع الرحلة وخدمة الأعضاء. اللجان دي كان الزمان بتشتغل إزاي؟ كل واحد لوحده، كل واحد في سكة لوحده، كل واحد يخش لمدير النادي التنفيذي اللي عنده مهام كثيرة جدا، يخش يمضيه على ورقة، ولا حد بيتابع، ولا حد بيقول بيعملوا إيه، هل ده بيضر النادي ولا بيضرش النادي، هل رحلة اتعملت غلط وما اتعملتش غلط، هل موقف ده اللي كان موجود. احنا اشتغلنا بشكل تاني خالص، كل الأعضاء هنا من ولاد النادي، محدش من بره، كل الأعضاء من ولاد النادي. وزي ما قلنا ان احنا عايزين ندخل عنصر الشباب، فقلنا والاول مره حصل كمان مقابلات شخصيه، دي عمرها ما حصلت، يتقابل فرد فرد اللي هيخش يخدم الناس في اللجنه دي. في لجنه برضو عملناها، يخشوا ازاي النادي ويخدموا النادي ازاي. هو ده اللي انا بتكلم عليه، عشان هم من حبهم لناديهم برضو كاعضاء هيخدموا، ولازم من خلالهم نلاقي كوادر بعدينا يقفوا مكاني ويقعدوا مكان اعضاء مجلس الاداره دي بعد كده. هو ده اللي احنا عايزين نبنيه. عشان كده حصلت المقابلات دي، وكمان نسب التشكيل اللي احنا كنا متفقين عليها، نسب التشكيل الشباب، فين دور الشباب في النادي الاهلي النهارده؟ زي ما قلنا برضو في برنامجنا هنا، 50% من كل لجنه شباب، سواء بنات او صبيان للمستقبل. ومش بس الشباب، قلنا كمان فين دور المراه، دور المراه احنا قلنا عايزين نعظم دور المراه، في 20% من دور من المراه في كل لجنه من اللجان. ده اللي احنا قلناه في برنامجنا، وده اللي احنا بنبتدي نحققه، اللي كل اللي بتكلم عليه ده جوه البرنامج، والحمد لله رب العالمين اتحقق، ولسه هتشوفوا هيتحقق ازاي دلوقتي تاني باذن الله. برضو هنا بنتكلم على برنامجنا، بفكر في البرنامج واللي احنا وعدنا بيه حضراتكم، الامان الاجتماعي. وهنا عايز اقف وقفه مهمه، الامان الاجتماعي وللاسف ده الحاجه اللي انا كنت رافضها، ابتدى يستخدم في الانتخابات السابقه، ابتدى يستخدم، العمال والموظفين هيجوا يمشوهم. انا بس بقول لكم عشان التكرار، عشان بعد كده لو سمعتوا مننا احنا الكلام ده ما تصدقوهوش، العمال والموظفين هيمشوهم، وهيمشي ده وهيشيل ده وهينزل المرتبات. لا، احنا فكرنا فيما افضل، التامين على العمال والموظفين، مفيش حد مرتبه اتاثر، مفيش حد مشي الا من لا يكون له حق التواجد في النادي الاهلي، لانه مش امين على النادي الاهلي، عشان انتوا عارفين. غير كده التامين بقى للعاملين، تامين العاملين احنا فكرنا فيها. وهنا بشكر جدا اللجنه الطبيه برئاسه دكتور محمد شوقي، الحقيقة قام بدور كبير جدا الفترة اللي فاتت، جدا في 3-4 حاجات ورا بعض من برنامج النادي الأهلي. وليكن التأمين عاملين أوعية تأمينية غير مسبوقة في تاريخنا. نمرة 2 تشمل الأمراض، كان زمان نأمن على مثلا اللي عنده برد، اللي عنده مش عارف كحة، اللي عنده إيد وجعال، لكن مفيش عمليات، مفيش أمراض حرجة ومزمنة، ما كانش فيه، اتضافت في التأمين ده. تكلفنا كتير، بس ده حق الناس، ما حق الناس اللي هي بتشتغل، حق الناس اللي هي حريصة على النادي الأهلي. فده اللي احنا قدمناه لأبنائنا وزمايلنا العاملين في النادي. الحاجة التانية برضو الطبية، لسه برضو كان عندنا حاجة تانية، دي برضو بتأكد تانية على الإدارة المحترفة، مش بس عضو مجلس إدارة، ممكن يكون هناك واحد آخر، شخص آخر ينتمي للنادي الأهلي يقوم بدور هايل من الأدوار. هنا بقى بيقدمنا الكلام ده كله والإدارة المحترفة للخدمات الاجتماعية. نشوف الخدمات الاجتماعية اللي احنا بنقدمها للناس.
أو فكرنا فيها برضو تبع اللجنة الطبية، مراكز علاج طبيعي. ابتدت مراكز العلاج الطبيعي، تفضل يا دكتور، للاعبين والأعضاء، مش اللاعبين بس، اللاعبين والأعضاء، لتطوير في تطوير مركز علاج طبيعي في الجزيرة. ده تم يا دكتور، تم. في مراكز جديدة في الشيخ زايد ومدينة نصر، إيه الأخبار فيها؟ تمت الأسبوع ده، تخلص مد العمل حتى الساعة 10 مساء. كنا زمان الناس الساعة 4 5 خلاص، أعضاء النادي بقى أو لاعب بيتمرن بالليل ويجي بالليل ماليش حد، رجله تلوت، عنده شد، عنده مغص، عنده مفيش حد. فهنا بقى مد العمل، والناس اللي بتشتغل تبقى ناس أكفاء حريصين على خدمة أعضائنا وولادنا. تفضل. هنا موضوع مهم، موضوع تاني، الأهلي خالي من فيروس سي. فكرة إزاي النادي الأهلي مفيش عندنا بإذن واحد أحد من أعضاء النادي الأهلي إن يكون عنده فيروس سي، إزاي نعمل دوت؟ وإمبارح ابتدينا، أنا مش هقول دلوقتي إحنا لسه هنعمل ده، إمبارح ابتدينا الكلام ده، العربيات قدام حضراتكم، والناس ابتدت تحلل، يعني للأسف اكتشفنا لغاية دلوقتي ثلاث حالات، من إمبارح للنهارده بس اكتشفنا ثلاث حالات. ومع ذلك ده حق الناس علينا. هنا الكشف في النادي مجاني، تحاليل مجانية، العلاج بالكامل هتكلم عليه، والمتابعة للحالات هنتكلم عليها. اتفقنا مع الشركة. هنا بقى اسمحوا لي هتكلم عن نفسي أنا بقى شخصيا. قبل الانتخابات ومن فترة يمكن سنة، الشركة أو كان شركة منبثقة منها كانوا طلبوا مني أن أبقى سفير للفيروس سي في المنطقة العربية وفي مصر. واتفقنا أن أنا عشان أنا أحب أشتغل في أي عمل الحمد لله خيري، ربنا يتقبل من الجميع، ولكن قالوا أن أنت ليك 1000 حالة تعالجها ببلاش مقابل أنك أنت تقبل ده، ليك 1000 حالة. وأنا الحقيقة ما أرضيش أقول الكلام ده بالانتخابات عشان ما حدش يستهلكه، لكن بقوله دلوقتي. 1000 حالة موجودة أنا بليها مجانية، فاسمحوا لي النهاردة أن أنا أتكلم، أنا محبش أتكلم في الكلام ده. 1000 حالة منهم 500 حالة للنادي الأهلي وأعضائه، واسمحوا لي كمان يبقى 500 حالة لبلدي في المنصورة. هم دول اللي أنا كنت عايزهم. الحاجة التانية بقى، طيب 500 حالة تعالجوا بتوع النادي الأهلي بقى، 500 حاجة تعالجوا، الباقي طلع عندنا 1000 حالة، تلف 1200 حالة، الله أعلم، أتمنى يكون أقل من كده. لكن جميع حالات أعضاء النادي الأهلي اللي عندهم هذا الفيروس، النادي الأهلي مجلس إدارته هيعالجهم ببلاش مجانا كله. اليوم بقى الحاجة التانية اللي كلنا عايزين نسأل عليها، وفين بقى الحاجات اللي انتوا عملتوها وهتعملوا ايه؟ 3 أشهر أو 117 يوم زي ما قلت تقريبا، يعني إذا ما كنتش غلطان في العدد، الأخ الدرندالي عشان راجل أمين صندوق لو أنا غلطان في العدد بلغني، مظبوطين؟ الإنشاءات في الأهلي. يا جماعة إحنا قلنا النادي الأهلي من 1907، أرجو تفهموني بقى في الكلام ده كويس. من 1907 النادي الأهلي ابتدى بمنشأ صغير، مبنى صغير بترابستين وعشرين كرسي تقريبا، ثم تطور تطور تطور. فهنا كل مجالس الإدارات من 1907 لغاية المجلس السابق كل الناس قدمت، كل الناس بتقول يعني بتضيف للنادي الأهلي. احنا كمان لازم نضيف، واحنا لازم كان لازم ندور. بس انا فكرت مع برضو مجلس إدارة، فكرت الأهلي ايه اللي يميزه، ايه شخصية النادي الأهلي في المبنى بتاعه، مبنى داخلي، مبنى خارجي، صالة مغطاة، صالة مش عارف، في بعض السور، المداخل، ايه اللي يميز الأهلي؟ طب ايه عشان اوصل لايه اللي يميز الأهلي في منشآته اللي تحمل شخصية النادي الأهلي، لأنها اتبنت على عصور كثيرة. العصور دي كل واحد بيجي بيقدم فكرة فبيشتغل، مبنى ده غير المبنى ده، مبنى ده غير المبنى ده، غير المبنى ده يعني مش كله، تحس انه ايه، احنا في نادي مختلف، أندية مختلفة، أهل الجزيرة، أهل مدينة نصر، أهل الشيخ زايد، إن شاء الله أهل التجمع، مختلفة، كل مبنى ليه شكل. احنا حودنا نقول شخصية الأهلي فين بقى، وده اللي أنا حريص عليه جدا،
مش انا بس انا بتكلم لما اقول انا يا جماعه لو سمحتوا قولوا ان انا بتكلم باسم المجلس بس هي بس اللغه يعني. هنا ابتدينا بقى الانشاءات فعايزين نفكر مع بعض ايه اللي احنا فكرنا فيه وعشان كده اسيبكم بس مع الفيديو دوت 40 ثانيه واستريح انا شويه. يلا ها ليه شخصيه شخصيه الانسان الاهلاوي جزء لا يتجزأ من شخصيه المبنى الاهلاوي. عشان كده اوري حضراتكم بعض الصور. ده المبنى الاجتماعي الحالي في الجزيره. ده كويس قوي مبنى الاجتماع الحالي ده ليه ما يبقاش كده مجرد شكل مجرد روح. هنا ده اللي انا كنت بفكر فيه. ده كان وقت الانتخابات كنا مستعجلين بس بنقدم صوره. فبرضو احد ابنائنا في مجلس الاداره كان قدم تصور خدناه وحطناه لكن مش هو ده اللي احنا طمعانين فيه ومش هو ده اللي يناسب النادي الاهلي. لا النادي الاهلي يستحق اكتر من كده بكتير. طبعا مع شكري الكامل لزميلنا في مجلس الاداره اللي حقق ده وقال ده كويس او فكر كده لوحده انطلق لوحده كده. احنا عشان نعمل جبنا ناس متخصصه بقى وعشان نعمل ده تليل تصميم قعدنا مع جهاز المشروعات جهه مسؤوله في الدوله وجهه نعلم جميعا عنها المؤسسه العسكريه الالتزام كويس والانضباط والعمل الجاد. عشان كده توجهنا لجهاز المشروعات وقعدنا وعملنا هذا الاتفاق او بروتوكول التعاون. بعد كده جهاز المشروعات جاب الاستاذ دكتور ايمن عاشور عميد كليه هندسه عين شمس له رؤيه ولا فكر وحكينا له اللي انا قلته شخصيه الاهل ازاي تبان في المباني. حكينا ده قلنا له ده عشان بس الناس كلها تعلم ثلاث اشهر اللي فاتوا الناس بتشتغل ازاي عشان الناس تفهم الناس بتشتغل ازاي. كل اللي انا بقوله دوت في خلال ثلاث شهور بس يا جماعه خلي بالكم يعني. تقدم تصور هايل حطينا الاول زي كتالوج زي معايير. ايه المعايير؟ ايه اهم حاجه؟ لوجو النادي الاهلي طبعا ده الحاجه الكبيره بتاعتنا الحاجه الاساسيه بتاعتنا. ثم النسر العلامه النسر ده مهم جدا النسر ده ليه معاني كثيره جدا جدا. ثم اللون الاحمر اللي احنا مفروض ان احنا ده شغلنا وده حياتنا لكن لازم يطعم بلون قريب يبين يعني الشيء الجمالي ويبين يعني روح شخصيه الاهلي في كل مبنى ممكن حضرتك تشوفوه دلوقتي. ممكن نقعد بقى يا شباب لو سمحتوا. نبتدي بقى نبص احنا ابتدينا ازاي؟ ابتدينا ادي المنظر الحالي اللي عندنا. يا ضماطي لسه ما تشاليش الصوره يا ضماطي. انا مش فاهم. وانا يا ابني كل ما اطلع افتح حاجه ليه في وشي؟ لا ادي يا جماعه وده شيء نفتخر بيه. ده نفتخر بيه كلنا يا جمال بيه. ده شيء نفتخر بيه. هو ده الصوره الحاليه. لاحظوا معايا في الصوره دي الرصيف اللي قدام النادي مدخل النادي 2 متر بس 2 متر. فال2 متر دولت اللي داخل بعربيه او اللي داخل شال طفل صغير او اللي طالع من النادي في خنقه. الناس يا عيني بيستنوا بعض عشان ده يطلع وده يخش عشان ده يعدي وهو بعدين يعدي من كتر الناس الناس مهذبه اعضائنا فبيصير يعني بيساعدوا بعض ومش بس اعضائنا المصريين كلهم ناس مهذبه كلهم بيساعدوا بعض. لكن طب انت ما تحاول تساعدهم ما تحاول تغير الشكل ده ما تحاول تعمل حاجه ثانيه وتحل حلول احنا قريناها وبنشتغل عليها. لو شفنا الحلول دي نبص بقى على المنظر المبدا بوابه النادي الجديده ان شاء الله اللي هي بوابه النادي اللي هي ان شاء الله تم الاتفاق عليها خلاص. تم الاتفاق عليها خلاص. اتفضل. ادي المنظر. الحقيقه يعني انا عملت ده ولسه في كذا صوره بس مش هقولها دلوقتي. انا اعوذ بالله يعني طبعا قلت انا كنت منتظر رد فعلكم لان رد فعلكم ده ثقه لينا ورد فعلكم ده لازم تفهموا يليق بيكم انتوا يليق بالنادي الاهلي وبتاريخه. ده النادي لوجو النادي نسر النادي الالوان اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بعد كده هتبقى موجوده في ان شاء الله في كل
منشآتنا ومبانيها بإذن الله. نشوف بقى منظور تاني برضه للبوابة، ده منظور من فوق، شوفوا الحتة اتفتحت ازاي، اتحلت ازاي. انا بشكر طبعا دكتور ايمن كمان وجهاز المشروعات، اتحلت ازاي علشان الناس تدخل وتخرج بسهولة ويكون في بوابات الكترونية كمان. نشوف منظور ثالث، ده من جوه النادي هيبقى الشكل عامل كده، وانت يا جماعه قاعد حضرتك في النادي جوه في كرسيك المفروض تستمتع بشكل كويس. هو ده النادي الاهلي اللي احنا المفروض جميعا نرتقي بيه، احنا واللي قبلينا واللي قبليهم واللي جايين، مش بتكلم على بس احنا يعني، بس احنا اهو جات لنا فرصه ان احنا نقدم ده. نشوف حاجه ثانيه كمان، ادي النادي الاهلي، خريطه النادي الاهلي في هذا الموقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في الجزيره، اول يعني النادي الرئيسي بتاعنا في الجزيره. كويس، الباب اللي على النيل اللي هو حضراتكم موجود ده واضح النيل، في بابين جانبيين، باب بتاعه الاوبرا وباب الثاني اللي هو عند مستشفى المعلمين، وباب رابع اللي هو مدخل فريق كوره الدرجه الجديده. اربع ابواب، هنشوف الابواب الفرعيه، احنا شفنا الباب الرئيسي، على فكره الباب الرئيسي مش في الجزيره، ده كل نادي في مصر، اهل الجزيره، اهل مدينه نصر، اهل الشيخ زايد، هيبقى كده. البوابات الفرعيه، نشوف شكل البوابه الفرعيه هو عامل ازاي. ده الشكل العام للبوابه الفرعيه، بوابه صغيره، وده الشكل العام بتاعها، وده منظور اخر يعني بشكل علوي للبوابه برضو الفرعيه. بعد البوابه الفرعيه طب خلاص احنا وصلنا للبوابات، ايه بقى للاسوار؟ اسوار النادي، هل انتوا راضيين عنها كده؟ هل الناس دلوقتي راضيين عنها والسلك الشايك واللي مش عارف بقى؟ اقول لكم حاجه وانا غلطان، انا كعضو مجلس اداره سابق كنت غلطان، بس ما كانش عندنا نقدر نعمل ده دلوقتي. احنا نقدر نعمل ده دلوقتي بفكر جديد اللي انا حكيته، وتمويل جبناه مجلس اداره الاهلي اللي جابه، مش حد تاني اللي جابه، فكر فيه. عشان كده احنا فكرنا في الاسوار، طب احنا بنصرف، طب انا عايز كمان اجيب فلوس، اعمل شخصيه الاهلي ونعمل شخصيه النادي الاهلي ونفكر فيها. على فكره لما الناس تشوف البوابات كده وتشوف كمان الاسوار اللي انا وراكم دلوقتي عامله كده، ده بيزود القيمه. وانا انه يزود القيمه ده يعني بدل ما هي التذكره اللي بتخشوا بيها ب 20 جنيه، لا اسفين هتبقى ب 50 بقى. ده انا بس مثال ازاي نقدر نجيب فلوس بقى. ممكن ما تبقاش 50 عشان ما تتخضوش، ممكن تبقى 21 مثلا. 21 كفايه. انا عشان كده نبص بقى على اسوار النادي احنا برضو فكرنا فيها ازاي، والناس نفذوها طبقا لرؤيه الله. عندكم ناس بتفكر وعندكم ناس بتقول رؤى، وده مهم جدا عشان ما حدش يفهم انه جاي برؤيه، لا الاهلي هو صاحب الرؤى وصاحب الافكار اللي جاي يستثمر وبتاع، ده موضوع تاني هنتكلم عليه. نشوف الاسوار، ادي سور النادي الاهلي، بوابه دي، ده على فكره دي بوابه فرعيه مش رئيسيه، دي البوابه الفرعيه، هيكون السور كده، ونامل باذن الله ان احنا يعني نحصل على التراخيص اللي لازم نخلص الموضوع بهذا الشكل. الاعلانات دي مصدر يعني دخل كويس، ويشاركنا كمان في محافظه، لان المحافظه اتكلمنا وقعدنا، وهنيجي برضه صوره المحافظ معانا، واتفقنا حتى على نسب الايراد بتاع الاعلان ايه للمحافظه وايه للنادي الاهلي. اتفضل، ادي الاعلانات تبقى بالشكل دوت حسب هنا برضه قلنا عايزين نستغل سور النادي في مدينه نصر، والناس لو في حد هنا في مدينه نصر اشوفه يعني 100 100. شكرا. مدينه نصر البوابه اللي ورا الحقيقه ضلمه، وانا ايام الانتخابات واحده ست انا شفتها بتجري في الشارع، شنطتها اتسرقت، اتخطفت وجريوا بيها، ضلمه، فلازم نفكر ازاي. ففكرنا في الحل ده، ونامل عشان تبقى كلامي واضح، نامل ان احنا ان شاء الله ننفذه، ان احنا عايزين استغلال السور ده. ادي نادي النصر، ده البوابه الرئيسيه، يبقى المنظر عامل كده. البوابه الخلفيه، اتمنى نصل ده، لو ما وصلناش ده هيكون في حل اخر ينور المنطقه ازاي باذن الله. اتفضل. هنا بقى نخش على المبنى الاجتماعي بتاعنا اللي انا اول مره ادخله كعضو مجلس اداره، دخلت وانا سنه 88، واول مره ادخله كلاعب عشان امضي استمارات للنادي الاهلي مع الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه وكابتن فتحي نصير، كان سنه يعني 69 70. المبنى الاجتماعي بتاع النادي الاهلي زي ما هو من يوميها لغايه النهارده زي ما هو، مش بحمل حد حاجه، لان انا كنت واحد من اللي كنت اعضاء مجلس اداره،
بس كان الامكانيات تسمح لناش، او الرؤى او الاسلوب او طريقه العمل او طريقه جذب استثمارات. عشان كده احنا عايزين استثمارات كبيره جدا جدا. يعني ادي المبنى الحالي ده، بصوا عليه كويس، ادي المبنى الحالي اللي احنا يعني فكرنا عايزين نطور المبنى ده ونستغل المساحات اللي فيه. نبص، اتفضل، ادي الشكل، ده الشكل اللي هيتنفذ ان شاء الله فورا ان شاء الله، وده الشكل الليلي، منظر ليلي باذن الله، برضو الناس هتشوفه فورا ان شاء الله، بعد ما يعني ياخد كام شهر هنقول لحضراتكم عليه. هنا ادي الرسم الداخلي، قعدنا على الرسم الداخلي برضو السادة اعضاء مجلس دار، كل واحد قال فكرته، نستخدمه ازاي، نوسع المساحه ازاي، نعمل ايه لكبار السن. عشان كده احنا المنظور الثاني هيبان، استخدمنا مساحات اكبر، وكمان عملنا اسانسير جوه المبنى للساده كبار السن او الساده ذوي الاحتياجات. ده مهم جدا نفكر في ابهاتنا وامهاتنا الكبار، ونفكر في اولادنا اللي ربنا اراد بيهم ان يكونوا ذوي احتياجات. ده الشكل العام للمبنى الاجتماعي. برضو من خلال برنامجنا اللي فات، احنا ازاي نفكر بكبار السن؟ فاحنا فكرنا في الاسانسير زي ما قلت، وفكرنا في العربيه دي، خلاص دي اتوجدت في الثلاث فروع دلوقتي، موجوده في الثلاث فروع، فاضل عربيتين في شيخ مدينه نصر فيها اثنين، شيخ زايد فيها واحده، الجزيره النهارده فيها واحده، ان شاء الله في اثنين بيتصنعوا هيجوا، هيروح واحده هنا وواحده في الشيخ زايد عشان يبقى اثنين اثنين اثنين. اتفضل. حاجه من الحاجات اللي ازعجتني جدا، في حد في الكاراتيه هنا؟ مؤند؟ اه صحيح. انا بقول حد لعيب كويس، مش عايز مجلس دار، لعيب كويس. الكاراتيه هنا في الانتخابات رحنا نقابل الاعضاء العاملين بالكاراتيه، عايزين نقابلهم نقول لهم احنا بنفكر ازاي، وده حقنا الانتخابي. رحنا الحقيقه، يعني لما رحت وقعدت كنت مستاء جدا جدا جدا. خيمه مش يعني سامحوني منظر العام ما يليقش انها تكون في مركز شباب، سامحوني في الكلام ده، ومهند عارف الكلام ده كويس. الخيمه دي طول ما احنا قاعدين وطويط، واحنا قاعدين بنكلم الناس وطويط بتجري فوق دماغنا، كنا قاعدين الساعه 10 بالليل. رحت البيت اليوم ده، البيت ده مش عارف انام. ازاي احنا ما خدناش بالنا من ده؟ ازاي احنا ما خدناش بالنا من القصه دي؟ وازاي احنا هنقدم للناس ايه؟ والمسؤوليه اللي بقت في رقبتنا دلوقتي، لازم نشتغل. شوف ادي الخيمه الحاليه، خيمه بعواميد، احنا كنا قاعدين في الكراسي الخضراء دي بس ماشي من ورا، وده مدرج الكوره. مدرج الكوره ده فيه شباك مفتوح في الدور الثاني، مش مقفول زي دولت. هي دي وطويتي كانت رايحه وجايه، دي كان زي ما كنا عايز تحضر اجتماع، مش عارف كانت ميدانه بقى. المهم ادي المنظر ما لا يليق. نبص احنا فكرنا ازاي وطلبنا ايه وتعامل المنظر عامل ازاي. ده صاله التقارير من الداخل، ده من الداخل كويس، ده من الخارج. هي ده الشكل صالة الكاراتيه ان شاء الله، ده الشكل بتاع صالة الكاراتيه ان شاء الله الخارجي اللي بره، وبرده هتلاقوا فيه نفس الالوان ونفس الروح اللي احنا اتفقنا عليه في الاول. من الداخل بقى اللي انا شفتها اللي فاتت ده، والسلم ده عشان الناس تقعد فوق اولياء الامور بدل ما قاعدين في البرد والمطر ومش عارف ايه، وهنموت لهم كل الوطويت ان شاء الله. اوكي، نشوف بعد كده في ايه. هنا خلصنا جزيرة خلصناها، وهشوف ملخص في الآخر على كل نادي لوحده. نبتدي بقى على الشيخ زايد. الشيخ زايد برضو من خلال برنامجنا اللي احنا اتكلمنا فيه، البدء فورا في إنشاء مبنى اجتماعي. مبنى اجتماعي دلوقتي في الشيخ زايد هي صحراء، مفيش، هي صحراء لسه، مفيش المبنى مش موجود أساسا. هنبني مبنى اجتماعي بنفس الروح. المبنى اللي هتشوفوه دلوقتي هو ده مبنى الاجتماعي بتاع الشيخ زايد اللي هيتنفذ فورا برضو إن شاء الله. اتفضل. هو ده المبنى الاجتماعي بتاع الشيخ زايد، ده الشكل يجب ان هو يليق، يا جماعه يجب ان هو يليق بالنادي الاهلي، يجب يكون كل حاجه تليق بالنادي الاهلي. النادي الاهلي في لجمهوره ولاعضائه ولمحبيه لازم يليق بده، لنجومه القدامى. هو ده النادي الاهلي اللي احنا نامله ونحب كلنا نشوفه بالشكل ده. ده المبنى الاجتماعي، وده منظور علوي برضه للمبنى الاجتماعي. ولو ملاحظين هنا بقى نقف عند دي شويه، ده المدخل الرئيسي للشيخ زايد، والمبنى الاجتماعي هو اول مبنى وراه، هيبقى المنظر العام عامل كده ان شاء الله.
مسجد الشيخ زايد، مسجد الموجود هناك حاليا هو مسجد خشبي معمول من الخشب، الناس متضايقه والناس حرانه ومن السعه بتاعته لا تليق، او يعني الناس بنكتر الحمد لله هناك، وبالذات بعد الاعضاء اللي احنا دخلناهم ودخلوا الفتره اللي فاتت محتاجين مساحه اوسع. فمبنى الشيخ زايد عاملين تصميم مبدئي، عملنا له تصميم مبدئي عشان نعرضه بس لحضراتكم، لكن التصميم ده تصميم مبدئي. التصميم النهائي ان شاء الله هيكون باذن الله، التصميم النهائي ان شاء الله هيكون يعني اعتقد هيكون فيه حاجه اكبر من كده شويه. هنا برضو من الحاجات اللي احنا بس ما لهاش صوره معانا دلوقتي لكن هنبتدي فيها، لازم يكون هناك في شهر عقاري زي ما موجود هنا، زي ما موجود في مدينه نصر، لازم يكون موجود في الشيخ زايد. فالثلاث حاجات دي، مبنى الاجتماعي والمسجد والشهر العقاري، ان شاء الله ده اللي احنا هنبتدي فيهم فورا باذن الله. اهلي بقى مدينه نصر، نتكلم عن اهلي مدينه نصر شويه. احنا قلنا بص هنا عامل مشترك الاسوار والابواب، عامل مشترك في الثلاث انديه عشان تبقى الامور واضحه لحضراتكم. نخش بقى على برضو من خلال البرنامج اللي احنا قلنا في برنامجنا، حمام السباحه الترفيهي، وقلنا هنشتغله فورا، رحنا عيناه ونبص عليه بسرعه كده لو سمحت يا حازم. عملنا فكره الاهلي اكوا سيتي، مش بس مجرد حمام سباحه زي ما هو موجود بقى لنا 20 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه. ده المنظر الحالي، ده المنظر الحالي من منظور علوي. المنظر الحالي ده، وانا جبت المنظور العلوي ليه؟ عشان يبان لكم كل حاجه. يعني هنا في مكتبه الاهلي، دي مكتبه الاهلي اللي هي من افضل الحاجات الانشائيه اللي حصلت، دي مكتبه الاهلي، وفي هنا بقى الابوار وفي بعض مش عارف يعني في حاجات كتير، ودي مساحه صغيره، مساحه صغيره لحمام سباحه. طب كل المساحه المتبلطه دي وكل المساحه اللي هي الخرسانه دي، طب ما نستغلها ونهون على الناس شويه ونفتح للناس شويه، نفتح الناس تتنفس احسن. عشان كده احنا فكرنا في المبنى الترفيهي اللي هيبتدي فورا ان شاء الله. اتفضل. ده المنظر العام اللي هيكون موجود ان شاء الله في مدينه نصر، استغلال كامل لمساحه ميه كبيره، استغلال كامل لكل القعدات، وهيكون في منافس بيع، وهيكون في غرف ملابس تحت الخيمه دي. هو ده المنظر. في حاجه حديقه الاطفال جوه الميه، وفي امواج صناعيه جوه الحته دي، في عملنا فيه الاطفال ليهم حق علينا. ده الشكل العام اللي حضراتكم ان شاء الله هتشوفوه ان شاء الله، يعني بعد سنه باذن الله من الكلام ده هيبان، الكلام ده هيكون باين وصالح للانشاء. وكمان برضو من خلال البرنامج واللي احنا قلناه في برنامجنا، مناطق اضافيه للجلوس، وبرضو دي حضراتكم خدوا بالكم منها، وبرضو مدينه نصر هيعرفوا احنا هقصد ايه. جنب المبنى الاجتماعي في مدينه نصر في ناس قاعده حوالين بقى برضو الابوار وكده، في ترابيزات وناس قاعده، وفوقيهم بكام درجه في ملعبين كانوا بتاع تنس ونزلوا تحت، والملعبين دولت بقى دلوقتي يستخدموا الحقيقه يعني ناس تمارس رياضه بس كده. المنظر العام مش حلو. احنا ممكن ننقل الناس عايز تمارس رياضه بحريه او يعني تنزل تحت برضو في المناطق الرياضيه، لكن ده عشان نوسع على اعضاء نادي مدينه نصر، وده حقهم، لازم نوسع عليه ونضيف للنادي اضافه جماليه. عشان كده فكرنا ازاي المنسوب اللي تحت اللي هم قاعدين عليه دلوقتي والمنسوب العلوي ازاي نربطهم ببعض. فكر دلوقتي ده كده، بص ده المنظور الحالي، ادي كانت ملعبين تنس والناس قاعدين تحت في الحته دي، ده بالظبط كده، ده ملعب التنس، ودي الناس اللي حضراتكم قاعدين فيها دلوقتي. ملعب التنس ده مرتفع زي ما انا قلت لحضراتكم. نبص على على صوره ثانيه، الصوره الثانيه ده المنظر اللي هيبقى العام ان شاء الله. بس قبل ما اوصل للمنظر ده عايز اجيب صوره برضو اللي هي بتاعه كام صوره مع بعض، مش موجود خلاص. هو ده المنظر اللي احنا هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه. ادي الملاعب اللي كنا بنتكلم عليها، وهنا بالظبط ادي الحديقه المبنى الاجتماعي اهو، ناس قاعده في الجنينه دي مع النخله دي، وادي الملاعب اللي انا اقصدها، هي المساحه دي. شوف المنسوب قد ايه بينهم من بعض، المنسوب ده هيتحل وهنعمل منطقه جميله جدا باذن الله، تليق بالاهلي وتليق باعضائه. اتفضل. ادي المنظر العام، ده المنسوب العالي فوق ونازل بالشلال الميه ده لغايه ما يربط الناس بتحت، يربط القعده كلها بتحت، هتبقى دي يعني كلها قعده واحده بس، يعني ايه سلمتين ثلاثه، مش هنطلع الناس 10 15 سلمه، هتلاقي بس هي درجتين ولا حاجه عشان ننقل الناس للقعده دي. ده مناطق جلوس اعضاء، فيها بقى حاجات كتير، وفيها منافس بيع، وفيها قعدات، وفيها امور تسهل يعني خدميه
الأعضاء بتوعنا. اتفضل. تكييف صالة الكاراتيه برضو في برنامجنا من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها في البرنامج بتاعنا، تكييف صالة الكاراتيه مدينة نصر فورا المنصة اتعملت ورست خلاص على شركة من الشركات، والتكييف صالة الكاراتيه فورا هيتحط ان شاء الله اول ما يخلصوا الاجراءات القانونية والعقود الموجودة. بس ده خلص، المنصة خلصت، كل حاجة خلصت خلاص. هنا بقى عشان نعمل كل الحاجات اللي احنا شفناها دي كان لازم يكون لينا دور احنا في محافظة القاهرة، النادي الاهلي في محافظة القاهرة. وانا كنت بتساءل ايه بقى احنا يعني احنا ليه في علاقة مفقودة، في حلقة مفقودة في علاقتنا بالمحافظة ليه؟ سألت وعرفت ان في قضية من النادي على المحافظة والمحافظة استأنفت. قصة حضراتكم مالكوش دعوة. طب احنا محافظة واحدة، احنا اهل، احنا لازم نروح للناس. وده فعلا عملنا مع جهاز المشروعات ورحت لمحافظة القاهرة مكتبه الاول واتفقنا ازاي نحل هذه الموضوع، واتفقنا وسددنا مبلغ للمحافظة 2 مليون جنيه في قضية شغالة. والراجل الحقيقة تفهم جدا، وكل المسؤولين ورؤساء الأحياء كانوا موجودين اتفهموا جدا ان احنا هنبتدي الخطوة الأولى ندفع مبلغ ونسيب القضية تمشي زي ما تمشي. القضية لمحافظة القاهرة احنا هنلتزم، القضية للنادي الأهلي هم هيلتزموا، والمبلغ اللي دفعناه هيدخل بقى في تراخيص، هيدخل في حاجات. ده الاتفاق اللي في ايدينا دلوقتي اللي احنا كتبناه ومضينا عليه وتبادلناه سوا. ده الشكل العام. وهكذا وهكذا يجب ان تكون علاقة النادي الأهلي بجميع المسؤولين في الدولة، لازم تكون بالمستوى ده. اتفضل. هنا بقى اختصار لجزيرة بوابات واسوار، مبنى اجتماعي يتعمل، صالة جديدة للكاراتيه، تطوير مراكز العلاج الطبيعي، فيروس سي، بس فيروس سي لكل الناس زي الأبواب الثورات مش جزيرة بس، مدينة نصر وبرضو غير مدينة نصر بوابات وأسوار، مناطق الجلوس اللي أنا كلمت عليها، الشلال المياه دوت، أكوا سيتي الحمام السباحة الترفيهي، إنشاء مركز علاج طبيعي، تكييف صالة الكاراتيه. ده اللي هيتم إن شاء الله بعد اجتماعنا ده بإذن الله. شيخ زايد بوابات وأسوار برضو مبنى اجتماعي، مسجد، إنشاء مراكز علاج طبيعي، الشهر العقاري، وهنا برضو فيروس سي مع ثلاث أهل جزيرة، أهل مدينة نصر، أهل الشيخ زايد. هو ده تقريبا يبقى بقى الأهل في الدماء. بس أدوني منزيل، بس منزيل ورقة لو سمحت. بس ما شفت هنا، نشوف فين الأستاذ محمد مرجان، بطلب منزيل ورق. واحد من ضيوف الدين ما دي ورق خلاص يعني. واحد عندك ملاحظة، لازم على كل ترابيزة من دول مناديل ورق وكده يعني. اتفرج انت. وانا ما اش عارف. طبعا حاضر. لا لازم اسمع كلام الكابتن مصطفى. لازم. الموضوع ده برضو محتاج ان انا فعلا اقعد فيه شوية. التجمع، وبرضو من الحاجات اللي مش عجباني، وهنا خلي بالكم يا جماعة، في أمور وفي قرارات أنا بتكلم عليها كمحمود الخطيب، أنا بتكلم كل حاجة بالمجلس بتاعي. الحاجات مش عجباني يا كمحمود إن أنا قلته، الناس اللي بتقعد تتهم بعض إن مثلا حد يتصرف تصرف ما لا يليق بالنادي الأهلي أستبعده، ده الكلام ده قرار بتاعي. وهنا من القرارات بتاعتي برضو مش عاجبني الناس بتتكلم والتجمع والأرض مش عارف فيها إيه، إيه الأرض فيها إيه. لازم نشكر جدا مجلس دار السابق انه سعى وخد الارض دي، لكن الارض دي بعد ما احنا، انا بحكيها لكم ببساطه، خدناها عشان نستلمها، بعتنا مهندس سامح كامل مع اللواء شيرين شمس مدير الاسبق وبعض الاستاذ العامري كان معاهم، وانا رحت، بس انا ما بحبش الحقيقه اتصور في القصه دي فانا بعدت بعيد. الارض لا تصلح فنيا، خدوا العباره دي بس كده، لا تصلح فنيا بس، مش عايز ادخل في تفاصيلها. عشان كده احنا طب نعمل ايه، نشتغل ازاي، والتجمع ده بالنسبه لنا كان مهم جدا جدا. دوت ده يا جماعه يجيب لنا فلوس، ده اللي برده من حب افكارنا احنا كمجلس اداره، مش اي افكار حد تاني، كمجلس اداره ازاي نجيب فلوس عشان نشتغل. لا انا كل انا قلت ده محتاج ايه، انتوا شايفينه محتاج ايه يعني؟ مش محتاج يكون عندنا موارد ضخمه، عندنا استثمارات ضخمه، وده برده هرجع له في الاخر. فهنا الارض رحت الحقيقه مع مجموعه من مجلس اداره كويس، ورحنا قابلنا سياده الوزير مصطفى مدبولي رئيس وزير الاسكان،
حطينا مشكله قدامه. هو عشان راجل مهندس وفاهم الحقيقه كان متعاون جدا جدا جدا. وفي القعده ما خدتش نص ساعه، نص ساعه بس نقعد ونتكلم مع الناس. وهي دي النادي الاهلي لازم علاقاته بالجميع تبقى كده، نقرب من الناس ونقعد معاهم. وطالما النادي الاهلي طلبه منطقي ومقبول احنا مش هنطلب حاجه غير حقنا. خلي بقى، واحنا اول ناس نرفض ناخد حاجه غير حقنا، لازم امور تبقى واضحه ليكم. فاحنا رحنا طلبنا الحق، وعشان كده نص ساعه تحل الموضوع. تحل الموضوع ازاي؟ لا يستطيع يعني يكون في حاجه في الامور الماليه والفوائد. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا لازم برضو حاجه تعرفوها وتشاركونا فيها. يناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 40 مليون جنيه قسط الارض الجديده، يناير 2019. ويناير 2019 النادي الاهلي هيدفع 125 مليون جنيه فوائد. يعني هدفع في يناير 165 مليون جنيه. احنا احتمال لو كنا بنفكر في الكلام ده ناخده، ناخدها ما ناخدهاش، نستنى على حته ثانيه، ده موضوع ثاني. لكن هندفع 165 مليون جنيه، هنقعد نتفرج والفوائد بتعد عليك؟ مش ممكن نقعد نتفرج. برضه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا رحنا وقعدنا وسعينا عشان خاطر النادي الاهلي وخلصنا الموضوع، خلص الموضوع. ان شاء الله خلص ومضينا عشان تبقى الامور واضحه مع الناس. هنا حضراتكم بس شاركوني في ده كويس، ده المقترح بتاع النادي الاهلي الحالي اللي هو عليه مشكله فنيه. هو ده. احنا خدنا ايه؟ بينا ومن بعض متر واحد، يعني سيادتك تحط رجلك هنا وتحط رجلك هنا، انت واقف في المقترح واقف البديل اللي احنا خدناه، بس. بس الدنيا دي مستويه كويسه تشتغل فيها بكره باذن الله. وعشان كده احنا عملنا القرار الوزاري. فين المهندس سامح؟ سامح عملته قرار وزاري؟ تقدم؟ اوكي، خلاص مستنيين بس رد الوزاره وهنستعجله ان شاء الله. نبتدي. لازم نبتدي، لان الارقام دي هتدفعها ازاي؟ بعد 7-8 اشهر هتدفع 165 مليون جنيه منين؟ مين اللي هيدفعهم دول؟ فلازم تفتح عشان نجيب اعضاء. وده الساحه الجديده. 50 فدان، 50 فدان. نفس المساحه، يمكن في 9 متر ولا بتاع زياده بس او اقل. بس يعني هو ده موضوع الشيخ التجمع، ارض التجمع اللي احنا بنبني عليها امور كثيره جدا. ازاي احنا يعني نبتديها؟ لان دي مصلحتنا كلنا. هنا بقى عايز اتكلم على العائد الاقتصادي. احنا اتكلمنا في كل دوت اللي انا كنت بقوله دلوقتي في وسط الكلام. احنا عايزين لازم عندنا عائد اقتصادي. احنا بتطور مبانيك وبتطور ابوابك واسوارك وفرقك ومدربينك، كل حاجه بتطورها. طب ما ده الموضوع، ده موضوع اقتصادي كبير. هل لي عائد؟ اه طبعا، لما يكون شخصيه مبني الاهلي في عائد، ولما يكون اعلانات في الاسواق في الاسوار يبقى فيها عائد، ولما يكون في محلات في مدينه نصر تحت الترخيص طبعا فيها عائد ان شاء الله. ونيجي فرع التجمع اللي انا اتكلمت عليه، عائد كبير جدا جدا. احنا لو فتحنا ان شاء الله، يعني نامل على الربع الاخير، نامل اذا ما كانش قبل كده نفتح الاشتراكات الجديده. هو ده اللي احنا نأمله. محبين النادي الاهلي بيحبوا يبقوا اعضاء جوه النادي الاهلي. في محبين مش اعضاء، في محبين اعضاء النادي الاهلي اكيد كلهم هيجروا. هنا كمان ده زياده قيمه العضويات الجديده. كان من 4 سنين ولا حاجه 250,000، زادت بقى 350,000. طيب الزياده اللي جايه كام؟ لازم بعد اللي احنا بنعمله دوت لازم يبقى في زياده. عشان كده انا بنصح كل الناس، لما ومش هنعمل الزياده دي عشان ما نقلقش حد. الزياده دي في الجزيره 350,000 ده الجزيره، لكن شيخ زايد غير كده، ولكن التجمع هتفتح غير كده عشان الناس ما تقلقش. لكن احنا ان شاء الله لما نحس التوقيت المناسب ان احنا هنرفع السعر، هنرفع السعر. نرفعه كام؟ هنتدارسه مع الساده اعضاء مجلس اداره، وهنتدارسه مع لجنه الاستثمار والتمويل بتاعه الدكتور فاروق عوده والاستاذ ياسين منصور والاستاذ محمد نجيب ان شاء الله. يعني هنا ده هو ده القيمه، دي القيمه بتاعتنا. اتكلمنا على الاستثمار، هنا قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. اللي احنا فكرنا فيه برضه من برنامجنا، ازاي قيمه الاهلي دي نعليها، وازاي اسم الاهلي ده نعليه علشان يعود بالنفع على الاهلي. فاحنا دخلناها في الاستثمار والموارد المبتكره اللي انا كلمت حضراتكم عليها واسلوبنا فيها عشان تعود بعد كده بالنفع على النادي الاهلي. يعني النهارده المنافس هتزيد،
الاشتراكات هتزيد، سعر تذكرة الدخول هتزيد، لازم تزيد، لان احنا مش هنزود الا لما نكون جاهزين للزياده، لكن ده هدف. غير كده سعر الرعايه يزيد، خلوا بالكم الحاجات دي، لما يكون قيمه الاهلي باللي احنا شفناه ده سعر الرعايه يزيد، زي النهارده ما زادت كل اسعار اللعيبه زادت، مش معنى قيمه الاهلي وتذكرته هو اللي هي اللي ثابته. يا جماعه احنا بنعمل ده وتفكيرنا استثماري اقتصادي، ازاي نعود بده على النادي الاهلي. هو ده يمكن الحاجه اللي بقولها، عشان كنت عايز اكد للناس ان برضو العنصر مش عارف الاداره وعنصر لا، عندنا كيانات كبيره وعندنا لجنه كبيره بوجودي وانا اخر واحد فيهم، بنعرف ازاي نفكر وبنعرف ازاي ندير صرح بهذا الشكل. ابتدي هنا خلاص الخدمات الاجتماعيه، فضل لنا ايه؟ فضل لنا الخدمات بقى اللي هي فضل النشاط الرياضي. النشاط الرياضي ابتدينا فيه على تطوير، عملنا لجنه برضو من اعضاء النادي وعندهم خبرات، منهم عضو مجلس اداره سابق الاستاذ محمد الغزاوي، ان احنا ازاي بقى لجنه كابتن سمير عبد ربه خبرات عاليه وكبيره جدا جدا في النشاط الرياضي، كابتن رؤوف خبرات كبيره، قعدوا واتكلموا، وامين عامر او امين قعدوا فكروا في تطوير لائحه النشاط الرياضي، قعدوا فكروا في ازاي يعني التطور اللي احنا بنعمله في كل حاجه ده كمان النشاط الرياضي لازم يتطور. قعدوا عملوا ده وان شاء الله ابتدوا، وان شاء الله يكون الامور اللي جايه باذن الله كويسه ان شاء الله. اتفضل. هنا بطولات الاهلي من 1 ديسمبر 2017 لغايه النهارده، وبرده باكد تاني مش المجلس ده هو اللي عمل البطولات ديت من الاربع شهور ولا ثلاث شهور ونص ولا 117 يوم، لا، المجلس المجلس السابق واللي قبليه واللي قبليه كلنا اشتركنا عشان نصل لبطولات الاهلي دي. ما حدش بيشتغل لوحده يا جماعه، كلنا بنكمل بعض، كلنا هنبني الاهلي سوا مع بعض، كلنا هنجيب بطولات زياده عن الاهلي مع بعض، لازم ده يبقى مفهومنا. فتفضلوا اسيبكم مع جيل بيسلم جيل، قلته قبل ما نشوف وهو ده الحقيقه، محدش بيشتغل لوحده، النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض. والاجيال لما يكون فيها عظمه روادنا اللي موجودين، فيها ناس بتحب النادي واعضاء في النادي زي حضراتكم، ما نقلقش، ما تقلقوش، ما تقلقوش، النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى النادي الاهلي طول ما هو ده الشعار بتاعه، احنا كلنا مع بعض وكلنا بنحب النادي الاهلي. محدش اللي هيخرج يا جماعه برانا، حتى من الزملاء العاملين ليهم وجهه نظر او زملاء سابقين ليهم وجهه نظر، لما يخرجوا عن الخط شويه مش مشكله، مش مشكله، احنا بنقدم ايدينا لكل الناس، لان ما ينفعش نشتغل لوحدنا، لازم نشتغل مع كل الناس، واتمنى ان كلهم يكونوا في نكون كلنا في حضن بعض. النادي الاهلي الفتره اللي جايه محتاج ده، محتاج كلنا نكون في حضن بعض. هنا مبروك لجماهير النادي الاهلي. بالظبط كده. مبروك لجماهير النادي الاهلي النجمه الرابعه. النجمه الرابعه 40 دوري عام. كل واحد من روادنا اللي ربنا توفاهم، ربنا يرحمهم جمواتا جميعا ويرحم امواتنا كمان جميعا، ليه دور مش بس كوره، لان لما يكون الفرق الاخرى ابطال وبيساعد بيدي ثقه اكبر للعيبه الكوره اللي هيتحقق النجم الرابع. فهنا العاب اخرى، ورواضنا الحاليين واللي توفاهم الله وكلهم كل التقدير والاحترام، وان شاء الله ربنا ينعم عليهم بنعمته وبرحمته الواسعه باذن الله. كل واحد له دور،
واللي دور كبير قوي كمان جمهور الاهلي, جمهور الاهلي الحقيقي, جمهور الاهلي اللي هو بيدفع فرقته, جمهور الاهلي اللي هو بيساند فرقته, جمهور الاهلي اللي هو العنصر رقم واحد. لما زي ما قلت لكم في حفله في الطايره دي النهائي الشوط الثاني فرقه تونس 25 حتى 23 24 حتى 23, فاضل بونت ياخدوه. الاولاد مش بس الجمهور والاعضاء العاملين اللي كانوا موجودين والاطفال الصغيرين اللي كانوا حاضرين اللي هم كانوا لابسين فانيله الاهلي وكلهم من ناشئات الطايره. وانا دي ملحوظه كابتن رفع بقدره فين كابتن رؤوف, من فضلك كل بطولات بعد كده وكل فرق كبيره بتلعب عايز الفرق الصغيره بمدربينها في المدرج, شوف الاولاد المدرب يديهم تعليمات يعلموهم الكبار دول بيعملوا ايه, ولما يحققوا بطوله فيها للاولاد الصغيرين دفعه معنويه كبيره جدا ان شاء الله. فارجو انك تهتم بالكلام ده هنا. فاحنا لما شفنا دوت الجمهور قلب الاستئصاله, جمهور الشباب اللي كان موجود, جمهور الاعضاء, جمهور الناشئين الصغيرين غيروا النتيجه. انا كنت قاعد غيروا النتيجه والحمد لله كسبنا وكسبنا 3-0 الحمد لله. النجمه الرابعه مبروك لكل الاهلاويه, مبروك لحضراتكم ولكل الاهلي والجماهير الاهلي اللي في كل مكان في العالم اللي انا بحسه برضو اللي موجود في كل مكان في العالم طبعا طبعا, يعني ان شاء الله تكون امتداد لبطولات قادمه. بس برضو عايز اقول للعبتنا ولجهازنا لان انا بثق فيهم جدا 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 اللي احنا مش هو ده املنا بس, لا في امل تاني. الامل التاني بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله باذن واحد احد. ومش بس الامل ده, ليه الامل الاعظم بالنسبه لنا كاس العالم للانديه. بس كاس العالم للانديه احنا رحنا وحققنا مركز هايل اللي هو المركز الثالث, عايزين نكسر ده وعايزين نروح يكون عندنا هدف, وانا هدف اعلى من ده, وده اللي انا متاكد ان شاء الله ولادنا بجهازنا الفني باعضائنا بمجلس ادارتنا بجماهيرنا كل دول هيدفعوا هذا الامر. وفي النهايه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى, احنا نعمل بس اللي علينا, ربنا بقى يوفق. ده موضوع نشكر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله, يعني نحوز على توفيق الله باذن الله. هنا احنا وصلنا للمنظومه الكامله, منظومه كامله, وفي الاخر بقى هو ده كل اللي انا شرحته ده بيمثل كيان النادي الاهلي, كيان الاهلي بجماهيره باعضائه برواده بنجومه باساطيره مجلس ادارته كل حاجه. هنا موضوع مهم لازم نتكلم فيه, عوده الجماهير, وده الامر في منتهى الاهميه. انا بقالي بالظبط قبل الانتخابات بشهر اول مره اقول الكلام ده, واول مره زمايلي في مجلس الاداره يعرفوا الكلام ده من شهر, لكن هم عرفوه الفتره اللي فاتت, ان كنا احاول اتكلم مع بعض الساده المسؤولين ازاي نرجع جمهور النادي الاهلي تاني, ازاي الجمهور مش الاهلي, عايز ارجع كل جمهور مصر, ازاي الملاعب دي تتملي تاني. فقعدت في اكتر من مش عايز اقول 10 لقاءات مع مسؤولين مختلفين, وكان في الحقيقه نظم وفي ورقه عمل موجوده ازاي نتحرك مع الجمهور, ازاي نتحرك مع الاعلام, ازاي نتحرك مع الامن, نتحرك ازاي منظومه واحده عشان عوده الناس. وكنا ماشيين خطوات كانت ايجابيه الى ان حدث الموضوع الاخير ده بتاع ماتش منانا, موضوع مرفوض تماما, ولازم الناس تفهم كده. ولازم هنا برضو بالمناسبه عشان انا قلت انا طلعت عملت كلمتين الناس مش هعيدهم خلاص, مرفوض تماما. لكن النادي الاهلي لازم يدي, مش عايز اقول يدي ايه, دايما هو الرائد في كل حاجه حتى في جماهيره حتى في طريقه تشجيعه, هو ده النادي الاهلي. نامل نعيد ده تاني, بس فعلا احنا رجعنا زي ما انا قلت في كلمتي للجمهور يوم ما كان في مجلس اداره وخدنا بعض القرارات. انا شخصيا قلت هقول انا البيان ده وهقول انا عايز اكلم ناس وهقول انا القرارات, كلمت للناس بس كلمت واللي انا حاسه بل انا عشته. انا دخلت الاهلي 70 وانا لعيب قد كده, حسيته في مدار ال 50 سنه دي خلاص. الناس اللي مش حاسه بقيمه الاهلي لازم يفهموا ان هم غلطانين, لازم يفهموا ان جمهورنا هو الداعم لينا. اللي يندس في وسطهم حد يبوظ العلاقه دي لا, مش مسموح خالص ومش هنسمح بيه خالص. عشان كده للاسف رجعنا كذا خطوه لورا, هنهدى ونحاول نعيد ده مره ثانيه ونامل الناس تساعدنا فيه ان شاء الله. هنا ادي اتكلمت على كل
النادي الأهلي جماهيره وأعضائه وكيانه ومنشآته وتخطيطه وكل اللي احنا فكرنا فيه قبل الانتخابات قلنا لحضراتكم فضل. بس بقى طب احنا قلنا كل الكلام ده وشفتوا البرنامج اللي احنا عاملينه، شفتوا المنشآت، شفتوا أبواب، شفتوا أسوار، شفتوا خدمات عايزة تتطور، شفتوا نشاط رياضي عايزة تتطور، حاجات كتير جدا. الكلام ده ايه؟ محتاج تمويل ضخم جدا، لازم ما نضحكش على نفسينا، محتاج تمويل ضخم جدا. عشان كده احنا فكرنا مصادر التمويل احنا قلناها لكم، اللي احنا نملكها، اللي احنا نملكها واشتغلنا بيها على اعلى مستوى. واؤكد تاني اللي ساعدنا في افكارنا دي لجينا بيها يعني مبلغ بقولك يعدي 6 أضعاف اللي احنا لقيناه في النادي كويس، اعضائه وجماهيره، هم دولت اللي ساعدونا على ده. هل ده كفايه؟ لا، احنا عندنا افكار اخرى، وعندنا افكار اخرى يعني الحقيقه يعني من خلال تاريخه، تاريخ النادي الاهلي وحكيت عنه كتير، لكن الافكار الاخرى اللي انا بتكلم فيها دي محتاجه ان احنا نعرف حجمنا ونعرف حجم النادي الاهلي كويس. النادي الاهلي كبير قوي، منظومه كبيره جدا، تاريخ النادي الاهلي غني جدا برجاله وغني جدا بجماهيره وغني جدا بكل من يعمل فيه، ولكن كمان غني جدا بمنظومته، منظومه كل الناس تشهد عليها، كل الناس تحترم منظومه النادي الاهلي ومنظومه الاداره في النادي الاهلي. والنادي الاهلي بيدار كمؤسسه، محدش ليه راي، محدش ليه قرار، قرار جوه مجلس الاداره، القرارات بس اللي فيها نوع من انواع التربيه او التوجيه بشده ممكن ساعتها يعني تتاخد لجنه كوره او رئيس نادي ويعرضها على مجلس اداره، يعني لازم يعرضوا عليهم، لكن فيها قرارات ساعتها ان تايم لازم تاخدها ما تلحقش. فهنا النادي الاهلي غني بزي منظومته بتاريخه وبجماهيره وباعضائه، كمان غني بمحبيه. وعشان نغني بمحبيه احنا فكرنا عشان انا اسف يا شيخ الله، فكرنا ان احنا ازاي نفكر للمستقبل وازاي نجيب استثمارات كبيره، وناقشنا هذا الموضوع مع الدكتور فاروق عوده، الاستاذ ياسين منصور، الاستاذ محمد نجيب، ازاي نعمل كده، ازاي عايزين يبقى عندنا مراكز خارج جوه مصر وخارج مصر، ازاي نعمل استاد كبير، استاد عالمي كبير، هيتكلف ايه؟ لا ده مليارات، تكلف موضوع تاني بقى. هنا يجي دور مين بقى؟ يجي دور ناس تانية مستثمرة أو ناس تانية محبة. هنتكلم على المحبين الأول. الأهلي غني ومحبين، واللي احنا فكرنا فيه وقلناه في برنامج الأهلي جذب الناس. لازم جملة كلكم ترددوها، الأهلي جاذب للجميع، الأهلي جاذب للجميع، والجميع يسعى للأهلي، ولكن الأهلي ممكن يتعاون مع الجميع لكن ما بيروحش لحد، ممكن يتعاون مع الجميع. من خلال ده برنامج كان من حاجات كتير نتكلم على محبين. الفترة اللي فاتت لما حكينا رؤيتنا لناس كتير، ناس والله يعني أنا سعيد جدا بده، وسعيد جدا بالصرح اللي احنا فيه ده. فعلا فعلا ربنا أنعم علينا وأكرمنا احنا موجودين جوه الصرح ده. لقيت ناس مصريين كل واحد فيهم بيجي لي على الفرات كده، انا عايز اساعد، شوف حضرتك عايز تعمل ايه، لو عايز اساهم بفلوس، لو عايز اساهم برؤيه، لو عايز اعمل مشروع، انا عندي مكتب هندسي اعمله كل ده ببلاش. لقيت مشاعر ناس فياضه وعملوا كده وعملوا ده، وفي ناس تبرعت بفلوس بس مش عايزين هم يقولوا اساميهم. مش بس مصريين، دول محبين بقى، مش اعضاء في النادي بس، محبين للنادي، محبين لخط سير النادي اللي احنا ماشيين فيه. حاجة تانية، في محبين عرب، ما حدش قادر، ده احنا كل المحبين بتوعنا في كل مكان في العالم. المحبين العرب لقيت برضو الناس كلها عايزة تخش وعايزة تساعد، ثقة منها الأهلي وعظمته، وثقة منها إن اللي بيتقال من إدارة الأهلي والفكر اللي اتقال من إدارة الأهلي هيجلب عليهم، هم عايزين يساعدوا كمحبين وهيجلب عليهم كمان المادة والاستثمار لو دخلوا كمستثمرين. ده خلي بالكم كل دي أفكارنا إحنا. علشان كده نبتدي الإمارات العربية المتحدة.
أحد الشيوخ من الإمارات الشقيقة، محب جدا للنادي وراجل كبير في السن، ومن أيام الله يرحمه صلاح سليم، كابتن صلاح سليم، ومع كابتن حسن حمدي، ومعايا علاقتنا من سنة يعني 70 ولا 71 ولا 72 في تلاحة. والراجل بيدعم من غير ما يتكلم، من غير ما يقول. عشان كده كويس، أنا كنت في يوم ماتش السوبر في العين في الإمارات، حضرت الماتش، تليفون من الشيخ قال لك كابتن عايز أشوفك شوية، ما تعالى نتغدى سوا. كنا مختلفين بعض، ما جزار ناس هتسافر من أبوظبي وناس هتسافر من دبي، فأنا قلت له نازل على دبي، أنا هركب من دبي. فروحت اتغديت معاه، وبعدين العشاء جه أعضاء مجلس إدارة استضافنا برضو على العشاء في مجموعة من أعضاء مجلس إدارة، وأنا معاه في الغداء. كابتن محمود أنا عايز أساعد بأي حاجة، وزي طبيعتي محدش يقول اللي أنت عايزه إيه. قلت له أنا مش عايز حاجة، إحنا لو احتاجنا حاجة شيخ أنا متحافظ على نقول اسمه يعني، أنا هطلب، لأن أنا مش بطلب لنفسي، أنا بطلب للنادي الأهلي لو حصل وإحنا يعني عايزين حاجة. نزلت مصر تاني يوم الصبح، بعديها بيوم واحد حول $1,000,000 للنادي الأهلي لوحده كده، وطلب، كلمت أشكره، قال لي اسمي ما يذكرش وصورتي ما تطلعش. خلاص يا طبعا ده عهد بيننا ومن بعض. $1,000,000 دخلوا حساب النادي، بس قلت له لازم عشان مجلس الإدارة، عشان احنا في بلد لازم كل حاجة فيها تقيد، كل حاجة تتأيد، احنا في بلد لازم اقول اسمك في مجلس الإدارة، لان مين اتبرع؟ قال لي خليه على مجلس الإدارة فقط. كويس، قلت له مجلس الإدارة والجهة الإدارية خليه على مجلس الإدارة فقط، وحطنا فعلا اسمه مجلس الإدارة باليوم اللي اتبرع فيه، بالتاريخ اللي اتبرع فيه. واحد تاني، الأستاذ عمار السني إمام، سوداني مصري، سوداني مصري، أهلاوي فظيع، جه برضو عايز يساهم. كويس، قلت له برضو عمار نفس الكلام، لو احتاجت حاجة هنقول لك، لو احتاجنا حاجة هنقول لك. فعمار جه كام يوم وتبرع، أنا عارف إن في مؤتمر أو مش مؤتمر، أنا ما سموش مؤتمر، خلي بالك ده مش مؤتمر، ده لقاء مع أعضاء نادي ومع السادة الإعلاميين، لقاء وليس مؤتمر. قال لي أنا عايز أتبرع ب1,000,000 جنيه. عمار شكرا، شوف عايز توجهه إزاي. عمار حط ال1,000,000 جنيه، قال منه الحفلة دي أو اللقاء ده على حسابه بالكامل، يعني النادي الأهلي مش متكلف ولا مليم في اللي احنا فيه ده دلوقتي، ولا مليم. والحاجة التانية البقية المبلغ يتحط في خزينة النادي. ده برضو محب. نيجي برضو لأحد المحبين التانيين، المحب آخر تركي آل الشيخ، من قبل الانتخابات، والراجل الحقيقة مساند وداعم، واللي انت عايزه يا كابتن برضو نفس الكلام، احنا مش عايزين حاجة، لما ان شاء الله نوصل ويكون عندنا حاجة نحتاجك هنقولك. هنا محب، دور المحب لبلده، لمصر طبعا، بلده الأول السعودية والمصر، كويس، وللنادي الأهلي، محب جدا. وانا شفت دوت حسيته راجل محب لمصر جدا، ومحب للنادي الأهلي جدا جدا جدا. الحقيقة في خلال الثلاث شهور اللي فات أنا اتكلمت على شوية موارد، لكن التمويل النقدي سيولة اللي هو حطها جوه النادي، ثم مساعدته في إعارات اللاعبين وتطبيل أو يعني الرقم اللي راح باللاعبين زاد الضعف عن طريقه، لازم الناس تاخد حقها، ثم تسهيل بعض المباريات الودية اللي دخلت للنادي ما يقرب من حوالي $800,000 برضو، غير النادي بيطلبه، غير النادي يعني، انا بطلب، انا الحقيقه بنطلب احنا دلوقتي $200,000 او $300,000 حسب البلد. احنا لعبنا ماتشين، خدنا واحد فيهم 350، وخدنا الثاني في $500,000 بس عن طريق تركي آل الشيخ. لازم الناس دي نشكرها، ما ينفعش
الحقيقة بقى كمان اللي تتقال في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دولت، يعني دعم غير مسبوق في تاريخ النادي الأهلي خلال ثلاث شهور، غير مسبوق في تاريخ النادي الأهلي. لازم عشان أنا بقدم له بالشكر وأشكره جدا لحبه للنادي الأهلي. دولة تشك المحبين، طب ماذا بقى عن المستثمرين؟ ما لم يكون عقليات النادي الأهلي برجاله عقليات متفتحة وعقليات بتستثمر وتحط رؤى للاستثمار وتحط ان احنا عايزين نعمل حاجة ضخمة كبيرة، طبيعي جدا المحب يجي والمستثمر يجي، كويس؟ محدش فيهم بينط على النادي، لا، ده هو جاي عشان قيمة الأهلي. الأهلي أكبر من الكل وأكبر من الجميع، قلنا دول المحبين وفي غيرهم مصريين مش عايزين تقال أساميهم على فكرة، وأنا محترم لده مش هقول أساميهم إلا إذا في الوقت المناسب، يعني لو أنا استأذنتهم. بس هنا بقى دول المستثمرين، لما بناء على الرؤى والأفكار بتاعتك أنت كمجلس إدارة النادي الأهلي، إيه اللي حصل؟ كنا بنفكر إزاي؟ بنفكر في استاد عالمي ينقل الأهلي نقلة غير طبيعية، ده حلم. وبصراحة أنا كنت بفكر في استاد شوية محلات تحتيه بس، ده اللي كنت بفكر فيه. بعد كده التفكير ده تطور إلى أن وصل لحاجة الناس، حاجة مبهرة. والحقيقة أنا عملت اجتماع في الرياض، وعملت اجتماع مع مسؤولين كبار في الرياض ومسؤولين كبار، وأنا أول مرة أتكلم عن موضوع الاستاد، لأن أنا واخد على نفسي مش هتكلم إلا لما يبتدي، أنا مش هتكلم فيه، بس أنا بقول لكم اللي حصل. اجتمع مسؤول كبير في دولة الإمارات، قعدنا فلقيت إن في مستثمرين سعوديين إماراتيين عرب مصريين، الموضوع ده عجبهم جدا. فأنا طلب مني إن أنا من المسؤولين الكبار السعودية والإمارات إن أنا يعني أروح معاهم نقابل السيد رئيس الجمهورية. أنا رفضت حقيقة. رفضت ليه؟ لأن أنا لازم، إحنا في دولة إحنا عارفين نظامها، لازم يجي لي مرسوم رسمي، انا ما اتحركش الا مرسوم رسمي من مكتب رئاسه الجمهوريه. كلمت مكتب رئاسه الجمهوريه قال لا، الزياره دي للمجموعه دي بس، ما رحتش خلاص، عشان بس الامور واضحه، لان انا بحترم ده جدا. او الكلام ده اول مره الناس تعرفه. راحوا قابلوا سياده الرئيس، وكانت بعد ما طلع بعد المقابله اعتقد انه طلع في برامج وقالوا ان الرئيس يعني داعم الموضوع، والرئيس طبعا بيحب كل حاجه تدي لمصر قيمه اخرى وإضافة أخرى بيبتدي فيها، وبتدي فيها زي ما قال لي كده، ده عايز يبتدي امبارح. كل ده كويس، أنا ماليش ده. إحنا كنادي أهلي عملنا إيه؟ فكرنا، استثمرنا كفكر، محتاجين ناس تخش تستثمر. إحنا لغاية النهاردة ملناش دور، النهاردة إحنا بيستثمر اسم النادي الأهلي في هذا الأمر، لغاية ما تتحط القنوات الطبيعية وتمشي عليها هنشارك بقى في الرأي وهنشارك في حاجات كتير. دي القصة. النهاردة اتعمل للمبنى ده، اتعمل أربع عقود مع شركات، شركة محرم في مصر وثلاث شركات، اثنين انجليز وواحدة امريكان، هم مضوا معاهم. ده اللي وصلني، خلي بالك انا بحب قوي ابقى دقيق في كل كلمة، فده اللي وصلني. وتقرير رسمي جالي في الحاجات دي، كويس. قريب جدا في لقاء تاني في ثلاث قطع اراضي بيختاروا واحدة منها، واعتقد مكتب محرم وبخوم بيشوف الجسات الارض يعني انهي الاصلح فيهم، ده حسب ما اتقال لي وحسب ما مكتوب في التقرير اللي جالي برضه. ليه انا مش عايز اتكلم في الاستاد؟ لان لغايه النهارده امر كبير جدا في امر دوله، والسياسه اللي عندنا العامه، السياسه العليا بتاعتنا موافقين، ده اللي برضه اللي اتقال لي، كويس. فانا عشان كده انا واقف على هذا الخط، لكن عايز اوصل من ده لايه؟ الاستثمار ده مش ممكن اقل من 5 مليار جنيه، مش ممكن، ممكن من 5-7 مليار جنيه، مش ممكن اقل من كده، بكل الحاجات وبكل الامتيازات اللي فيه. اوكي، النادي الاهلي فكر في تغيير شخصيه المبانيه وتطويره عشان نجيب من محبينا يبقى معانا، ونجيب من المستثمرين اللي بيدفع رعايه يدفع اكتر. وكمان النادي الاهلي فكر في استثمار يفوق الخيال، وانا دقيق جدا في كلامي، يفوق الخيال. عشان كده لا، دخل مستثمرين أقوياء جدا موجودين بيتناقشوا مع الدولة. بقى أنا كنادي أهلي هيستغل اسمي، ليه حقوق، هاخد حقوق بتاعتي في هذا الأمر.
لكن هنا من خلال الاستثمار ده جذب المستثمرين ده شيء اسعدني. ايه المانع ان يكون عندي مستثمرين؟ هنا مستثمرين. وجب ان نشكر تاني تركي آل الشيخ. ليه؟ لان تركي آل الشيخ علاقاته كبيره جدا في كل الوطن العربي. وتركي آل الشيخ اول واحد كلمني في الاستثمار الكبير ده، الحلم الكبير ده. وتركي آل الشيخ هو اللي جاب بعض المستثمرين العرب بعلاقاته كويس، ومصريين بعلاقاته، عشان يخشوا كلهم يساعدوا في هذا الامر. فانا بشكره لعلاقاته واستثمار علاقاته كويس، وحبه للنادي الاهلي وحب لمصر. فبشكره لانه هو عمل هذا الامر وتفاعل من غير ما يطلب منه ما يتفاعل هذا الامر. حاجه تانية، لكن قبل ما اتكلم بقى على ده برضو مش هعدي ده، مش هعدي اللي انا بقوله لحضراتكم. انا قلت في الاول في عتاب للساده المؤيدين المجموعه دي ومؤيدين المجموعه دي. احنا اهلي، احنا الاهلي ندي امثله للناس كلها. احنا مش نادي تاني، احنا النادي الاهلي. الناس كلها تتلم والناس كلها تعرف دورها جوه النادي الاهلي. ومن هنا برضو دلوقتي بسمع رغي كتير. انا مش من نوع على فكره ولا بفهم في الفيسبوك دوت ولا عمري دخلت فيه ولا والسوشيال، انا ما بعرفش الحاجات دي، انا ما بعرفهاش وما بحبهاش. ولكن سمعت اللي برضو رغي كتير وعلاقه تركي بالاهلي وبالخطيب والكلام الخايب ده. ده كلام خايب. ليه؟ النادي الاهلي باللي انا قلته ده كله، المنظومه دي والتاريخ ده كله كويس، منظومه مؤسسيه. لا احد يعني مع احترامي الكامل لتركي او غير تركي او اي واحد مستثمر، ان يخترق هذه المنظومه لا احد يقدر يستطيع، ولن نسمح لاحد. على العين والراس كمستثمر وعلى العين والراس كمحب، ولكن لحدود النادي الاهلي. وهو الراجل ما تعداش حقوقه، حدوده الحقيقه. كان بيجي يكلمني انا عايز اعمل، انا عايز اكافئ اللعيبه، انا مش لا دي دلوقتي، دي استنى شويه لازم ياخد رايي. فهنا خدوا بالكم اللي بيحاول ان هو يعني يبوظ هذه العلاقه احنا مش هنسمح له. لكن اللي باكد عليه، النادي الاهلي منظومه لا تخترق، ولن نسمح لاحد ان يخترق النادي الاهلي تحت اي ظروف. هنا بقى جه الدور معلش انا هقعد ومعلش اسيب شريف بقى يتكلم عشان الادوار دي، والساده مدير النادي الاستاذ محمود مرجان العلاقات العامه ساعدوا روادنا يكونوا موجودين معانا ان شاء الله. وده الحدث اللي انا الحقيقه يعني فكرنا فيه. في هنا حته مهمه عايز اقولها برضو عشان الناس كلها تبقى عارفاها. سامح محمد ما حدش يتكلم اثناء الدراسه في فصل، ما حدش يتكلم. بصوا يا جماعه، احنا فكرنا في تكريم، مش تكريم، حق. ولازم نفهم الكلام ده كويس، في حق. في ناس عندنا تعبوا وقضوا حياتهم وقضوا شبابهم وقضوا عرقهم ودمهم في النادي الاهلي. ازاي احنا ما نفكرش فيهم؟ بس هم كتير جدا ما شاء الله، واعمار مختلفه ما شاء الله. عشان كده احنا قلنا نبتدي، حطينا زي معايير، سبت اللجنه تقدر هذه المعايير. يعني مثلا 75 سنه فيما فوق، يعني لازم يكون انها حياته في النادي الاهلي، خدم النادي الاهلي سنوات طويله مثلا. هم قالوا لي على شويه حاجات قلت لهم موافق. ليه؟ لان احنا مش هنقدر نكرم الناس كلها مره واحده. فالنهارده دي اول كده، ما تزعلوش مني، يعني دي اول قطفه، في قطفات ثانيه جايه. ما احنا كل حفله او كل مناسبه للنادي الاهلي هيتكرم على اثرها حق الناس الرواد، لازم يقفوا قدام ولازم تشكروهم. احنا كلنا نشكرهم لان هم ساهموا في النادي الاهلي. ما تطلعش، لا خلاص ما تطلعش، لا شريف وانت واقف يا شريف احسن. احنا نشيله تاني، هنطلع ونشيل الا اذا كنت هتدي الناس دي حقهم في الشيل ده. مرجان يدفع كده. شريف فوق يا شريف. طيب، الشكر جزيل وموصول حقيقه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه انا مشفق عليه. حضراتكم
يعني الرجل بيتعالى على ألامه، ألام الظهر وألام القدم، إن شاء الله سيغادر القاهرة غدا مساء لاستكمال رحلة العلاج الطبيعي، وسيترك النادي في أيدي أمينة، مجلس إدارة محترم، يعود إلينا بألف سلامة إن شاء الله. زي العرض الحقيقة اللي حضراتكم شفتوه اللي بيؤكد مرة أخرى أن النادي الأهلي هو منظومة شديدة الدقة والانضباط، كل يعرف دوره، الكل يؤدي، الكل منتمي، غير مسموح لأحد أن يخرج عن الدور المنوط به. الحقيقة لأنه التكريم له معنى فاسمحوا لي أكتب ما قرأت، يعني لأنه ليس هناك الحقيقة أجمل من أن تنسب الفضل لأهله وترسم البسمة على الوجوه بكلمة شكر وعرفان لنماذج مضيئة هي تمثل القدوة للنشء والشباب، نماذج قدمت عطاء طويلا لرفعة اسم النادي الأهلي حفظا لمبادئه وإسهاما في إنجازاته، فباتت تمثل جزءا من تاريخه العتيد. هذه النماذج التي نحتفي بتكريمها اليوم في لفتة تعكس مجددا كيف يفكر النادي الأهلي ومسؤوليه، في لفتة تعكس حجم الحب والاحترام والتقدير الذي يجمع أبناء النادي الأهلي جميعا وكل منتم إليه، فرجاله دائما على قلب رجل واحد، متجردين من كل موقف شخصي ليبقى الأهلي فوق الجميع. كانت فكرة التكريم في نسختها الأولى والتي أرساها مجلس إدارة النادي الأهلي ترتكز على معايير أربعة: أن يكون المكرم قد تخطى عمره 75 عاما، أدام الله عليهم جميعا الصحة والعافية. 2، أن يكون قد خدم النادي الأهلي على الأقل لمدة 10 سنوات. 3، أن يكون قد ختم حياته في النادي الأهلي وبين جدرانه. 4، ألا يكون في موقع المسؤولية حاليا داخل النادي الأهلي. على أن تتوالى التكريمات مستقبلا للعديد من أبناء الأهلي وأعضائي أيضا في مناسبات قادمة اتساقا مع هذه المعايير. ونبدأ اليوم بتكريم المجموعة الأولى من الرموز والأساطير، والكابتن محمود الخطيب سيقدم لهم الشكر والعرفان ممثلا عن مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه. سنبدأ بكشف لاعبي كرة القدم ورموزه وأساطيره الحقيقة، كابتن عادل هيكل، وهو موجود في المستشفى، وقد ذهب إليه الكابتن محمود الخطيب إلى المستشفى وسلمه التكريم بالأمس. الكابتن ميمي عبد الحميد أيضا توجه إليه الكابتن محمود الخطيب وسلمه التكريم في المنزل. أدعو الآن الشيخ والدكتور والكابتن طه إسماعيل، تفضل. بنزق زي بعض. السلام عليكم. أتمنى بس تكونوا موفقين. الحته اللي ورا كمان، المكان اللي ورا، الاهلي فوق الجميع، نفس الشعار بتاعنا، بس هنا طبعا كابتن طه. يا بنتي شيلوا بقى منها عشان الكابتن يقف جنبنا، وفي الاخر مع الصوره كلهم يشيلوها بقى. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل حضرتك. اسمع شويه. جزء من التاريخ ايضا الكابتن فاروق الضضوي. على فكره انا بسمع الكابتن فاروق دوزو ده كان هداف قوي جدا، وكان بيقولوا لي زمان يا ريت تبقى بس حته منه كده يعني. لا كابتن لو اقدر انزل كنت انا نزلت سنيت، بس مش قادر انا كمان، عايز اللي سنيت منه كمان. الصوره النهائيه هتجيبه بس ده يشيلوه بس بلاش العلبه كلها. اتفضل يا كابتن. وصل الكابتن. يلا يا شريف. الكابتن مروان كنفاني. كرسي
كرسي اجيبه لك. كرسي. مروان. ربنا يكرمك. شرفتنا والله يا كابتن. اتمنى يكون الكلام مناسب. شكرا لك. اتفضل كابتن. لما رحنا نزور الكابتن عادل الهيكل كان الكابتن مروان هو اللي معايا. الكابتن مروان كابتن عادل الهيكل قال لي ده كان الاحتياطي بتاعي. ايوه استعارين. لكن طبعا قيمه كبيره جدا بالنسبه لنا والله. اتفضل يا كابتن. اتفضل. الكابتن طه الطوخي. كابتن احمد زايد. كابتن احمد زايد من هدافين النادي الاهلي في الستينات والخمسينات. ده انا كابتن ولا ايه؟ كابتن كابتن فاروق تركي. إلى كرة السلة وأدعو الكابتن نبيل إسماعيل. كابتن أحمد. لا ده احنا مدير الكرة عندنا. لا الأول يا كابتن معلش أنا بعتذر لحضرتك. الختام مسك الختام مع مدير الكرة في الوقت اللي حضرتك كنت تلعب فيه. كابتن عزت أبو الروس تفضل. كابتن عزت أبو الروس. سلة والكابتن نبيل إسماعيل. كرة اليد الكابتن فتحي الصاوي. ألعاب القوى الكابتن محمود صالح الرشيدي. أيضاً الكابتن أحمد الخادم.
الطائرة رجال كابتن سيد مصطفى. كابتن عبد اللطيف إبراهيم أيضا كرة الطائرة رجال. الطاولة والكابتن منير طه. السباحة ونجمها الأسطوري الكابتن عبد العزيز الشافعي. كابتن علي كامل سباحة أيضا، اتفضل يا كابتن. سكواش كابتن إبراهيم أمين. كابتن حسنين علي حسنين آخر المكرمين، آخرهم اليوم لكن لن يكون آخرهم إن شاء الله على مدى الأيام القادمة بإذن الله، وهذا تقليد راسخ سيتبناه النادي الأهلي خلال الأشهر المقبلة.
كان مفروض يكون الكابتن نين الشربيني أيضا من المكرمين وموجود معنا النهاردة، لكن هو اعتذر لظروف خارجة عن إرادته على أن يتم تكريمه في وقت لاحق. هذه النماذج المضيئة بتمثل تاج على رؤوسنا وعلى رؤوس أبناء النادي الأهلي، ومن تاريخهم الحقيقة بنستمد القيم والقدرة على مواصلة الإنجازات والانتقال بالنادي الأهلي إلى الأمام وإلى مصاف العالمية، وبيمثلوا الحقيقة النموذج والقدوة أيضا للنشء والشباب. ندعو الله أن يديم عليهم الصحة والعافية، ندعو الله أن يديم علينا نعمة الوطن مصر ونعمة النادي الأهلي أيضا. تفضل، عايز تقول حاجة؟ أنا عايز خلاص. بس من فضلكم كل واحد هدية الكابتن، مهم العلبة مش مهم العلبة، خلي الله أكبر مش مهم العلبة، بس كده بعدين ياخد العلبة ومشي بعد كده تعبهرهم تاني. معرفش الناس الإخوة المصورين كده كلهم جايين لما أنا وقفت في النص شوية ولا طبعا إن شاء الله، بس عشان الناس كلها عشان لو ما كانش ممكن نقربهم شوية. لو في بس عشان ناخد صورة جماعية، يلا ساعدوا يا شباب ساعدوا، يلا يا محمد. كابتن طارق اسماعيل شباب كده. كيف في حد ناقص؟ ها؟ في حد ناقص كده كله خلاص؟ طب معلش يا كابتن حد بس يسيبها له على رجلي. حد طلع شعار يسيبها له على رجلي. حد بس على رجلي يا كابتن. حد على رجلي بس خلي الشعار بره يا معلش. احنا بس هناخد الصورة دي وعايز اتكلم في النهاية كلمة واحدة بس، بس اتمنى الصورة يطلع فيها كل الكباتن الكبار رواضنا. ممكن اغير شوية عشان الصورة مش جاية، باخد مع كل الناس. استاذن حضرتك ممكن الساده اعضاء مجلس الاداره لتواصل الاجيال يبقى ياخدوا صوره مع حضرتك والرواد بعد اذن حضرتك. ندعوهم لصوره كابتن. انا هذا طيب.
حد يفتي في حاجة، كل حاجة متفقين عليها نقول عليها، مش عايز حد يفتي كده واحنا عادين. مع ذلك خلاص نتفضل بقى ندعو السادة أعضاء مجلس الإدارة في الصورة الجمعية معانا. اتفضلوا يا جماعة أعضاء مجلس الإدارة فقط لو سمحتوا. واحدة نختم بس اتفضلوا. يلا معاك. أطول اثنين، واحد على اليمين واحد على الشمال، مش في النص. أطول هناك جوهر الناحية الثانية. جوهر يطلع الناحية الثانية، الناحية دي مهند في حتة وجوهر في حتة. أنا غنية. جماعة بس عشان الوكيلات حتة واحدة. هنا انا عايز اختم بعد اذن حضراتكم، انا عايز اختم اليوم دوت. لا بشكركم جدا جدا لحضراتكم ولوجود حضراتكم، وفعلا سعدنا جدا بلقاء عائلي ولقاء اسري. وهنا عايز اقول كلمه مهمه، النادي الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش رواده، الاهلي ما بينساش جماهيره، الأهلي ما بينساش أعضائه العاملين ودعمهم الكامل لينا أو للأهلي. النادي الأهلي ما بينساش الإعلام اللي هو داعم، النادي الأهلي ما بينساش مبادئه، ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق، المبادئ والتاريخ السابق اللي هو ممكن يتاخد قرار من في التاريخ وفي السابق وفي الحاضر، ممكن يتاخد قرار لحد مهم جدا، لاعب، مسؤول، اي حد يستبعد لو في صالح النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ولا بينسى رواده ولا جماهيره ولا اعضائه ولا تاريخه ولا مبادئه، هو ده النادي الأهلي. بشكركم جميعا، نشوفكم على خير إن شاء الله. السادة بقى المساعدين ما تسيبوش حد من الرواد إلا كل واحد علبته، وكل واحد تنزلوه لغاية مكانه تحت، واحد واحد. خليكم منورين يا كابتن، منورين. شاكرين جدا، نشوفكم على خير. شكرا.